اهلا بحضراتكم من جديد. برحب بكابتن الفريق واحد نجوم الفريق ومش ايضا فريق نادي الاهلي بس وكمان منتخب مصر. اهلا بكابتن محمود عبد الوهاب. اهلا وسهلا. ازيك يا كابتن؟ الحمد لله تمام. نورنا والف مليون مبروك. نورك والله. الله يخليك. معايا ومعاكم طبعا نجم الفريق الفراشه الطائره زي ما بيقولوا او يعني الجناح الطائر عمر الوكيل. اهلا بيك يا عمر. اهلا بيك. منورنا والف مليون مبروك. ربنا يخليك. الله يبارك فيك. انتوا باين عليكم الاجهاد يا عمر. جميل جدا. ما نمتوش؟ ها جدا. ما نمتوش من امبارح كمان. ساعتين بالظبط. ساعتين ده بالظبط. لا عايزينكم تفوقوا بقى ان شاء الله داخلين على الجد. هو امتى السوبر هيبتدي ان شاء الله؟ دوري المحترفين اول ماتش المفروض يوم السبت الجاي ان شاء الله. السبت عندنا وقت يعني بتهيألي احنا النهارده الاثنين عندنا يعني ممكن يومين ثلاثه. خمس ايام بالظبط هم على الماتشات. يا دوبك ننام فيهم. يا دوبك هنام لي يومين ثلاثه كده. هقعد لي يومين ثلاثه نايم كده وهنا بقى. لسه محمد بيقول لي والله عايز انام. والله. فهو لا ربنا معاكم ان شاء الله. ما انا عايز ابتدي معاكم بقى. ابتدي بمحمد طبعا كابتن الفريق. عايز ابتدي المشوار بس هنبتدي بدري شويه. هناخد خطوتين بدري شويه من اول ماتش الزمالك اللي كان في الدوري. فزنا 21-18. الاستعداد بادئ من بدري وباين انتم مركزين وعارفين انتوا عندكم مباريات قويه. كلمني عن الفتره دي وانتوا داخلين على ماتش الزمالك وبداتوا تعرفوا الدعم حماسه جاي لكم. كان في كلام ان علي زين يجي. كلمنا عن كواليس الفتره دي. والله الفتره دي كانت بالنسبه لنا فتره صعبه ان احنا عشان كنا رجعنا من بطوله افريقيا الاولانيه كان فيها خساره فكان الفرقه عندها غل كان عندها اصرار ان هم ما ينفعش حاجه زي دي من تقع مننا واحنا يعني ما كناش مركزين فيها للدرجه يعني. فبعد ما رجعنا كان ماتش زمالك ده اصرار كبير قوي احنا لازم نكسب نقدر نعوض الخساره اللي حصلت. بعديها بقى الفتره دي كلها احنا كفريق اعتمدنا اللي احنا قلنا ما ينفعش ان هو ما ينفعش بطوله تانية تخرج برانا. صحيح. طبعا كان في تدعيم عندنا كانت مشكله في الشول كان عندنا اصابات. دعمنا بحماسه كنا بنحاول ان احنا ندعم في الباك ليفت عشان برده كان في اصابات بس الحمد لله هم قدروا الباكات ليفت اللي عندنا قدروا يرجعوا ويستعيدوا تاني قوتهم. كان المفروض كان في علي زين المفروض كان في كلام بس النادي هناك ما وافقش عشان هم عندهم المشكله هناك ان هو عشان يمشي لازم خلاص كده اللي هي البطاقه الدوليه بتخرج لما خرجت من هناك ما ينفعش هتضطر ان هو كده خلاص بالنسبه لهم كده خلاص هو الموسم ما ينفعش يبعتوا اعاره بالظبط هم ما عندهمش مش عندهم البطاقه الدوليه لو خرجت خلاص كده هو بالنسبه له هو بره الفريق بره الفريق بس الفريق الحمد لله قدر يسترجع قوته تاني. جه ماتش السوبر ربنا ما قرتش في ماتش السوبر انا شايف ان شايف ان الفريق عمل عليه وزياده 100% 100% يعني بصراحه ما فيش ولا واحد اثر من اول الجهاز الفني والطبي واللعيبه بس كان في سوء توفيق ربنا مش رايد عشان انا شايفها من وجهه نظري ان ربنا شايف لنا حاجه اكبر وحاجه احسن. برافو عليك. فالحمد لله طبعا على كل شيء والحمد لله ان احنا قدرنا تاني نستوعب نلم نفسنا ونستوعب الظروف والدنيا كلها قدرنا نسترجع تاني بطوله افريقيا الحمد لله كل الماتشات زي ما انت شفتوا على فكره الاداء كان رائع بالظبط يعني سيبك من الفريق الخصم الاداء شكل الفرقه حلو بالظبط الحمد لله يعني قدرنا تاني احنا نلم نفسينا تاني ما ينفعش احنا في النادي الاهلي وتربينا على ان احنا ما فيش حاجه اسمها غير اول مش حاجه اسمها تاني تالت دي بالنسبه لنا تاني ده زي اخير بالظبط فاحنا تربينا على النادي الاهلي ان هو رقم واحد هو ده بالنسبه لنا يعني ده طبيعي وكان في اصرار بينا على وشكوا في البطوله لازم مفيش هنلعب مش بس نكسب ده احنا هنلعب عشان نمتع الناس ونوريهم احنا مين لا بالظبط يعني كده يعني احنا بدا يبقى في شك الناس بدات تقول ان اللعيبه اثرت اللعيبه احنا بدانا نبين للناس ان صحيح. لا مش اسمها لعيبه هو ممكن يبقى انا في يوم عندي مفيش توفيق هي دي بس ربنا ما اردش بالظبط هي دي القصه يعني فقدرنا نبين لهم تاني ان احنا فريق وفريق محترم وان هم يعني مفيش اي حاجه تقدر تقف قدامنا بدليل ان السنه اللي فاتت مفيش اي حاجه وقفت قدامنا خمس بطولات من ست بالظبط يعني البطوله كمان السادسه اللي هي الاخيره دي كان عندنا اصابات كتير فهي دي اللي وكنا يعني زي ما بيقولوا كده بدانا في شبع اللي هو عارف انت بتاخد خمس بطولات اللي هو انت خلاص بقى انت موضوع بالنسبه لك عمال لا واجهاد وبطوله بالظبط وموسم طويل كمان وانت حرام. بدات اللي هو توصل لمرحله ان انت انا هعمل ايه انا خلاص انا عندي اصابات انا هي الموضوع مش انا مش عايز ازود اصاباتي اكتر فهو وربنا ما قرتش برده كان في حبه مستوى بدا يتهز شويه اللعيبه مجهده جدا فمش قادره هي بتطلع كل بالظبط هي برده في الاول وفي الاخر ده نصيب ان ربنا مش رايد ان احنا ناخد البطوله دي والحمد لله
قلنا الدنيا تمام كده بالنسبه لنا، بدانا موسم جديد الدنيا كويسه، حصل حبه ضربات ده طبيعي في اي فرقه، مفيش اي مشكله. بس احنا لسه هنتصدر الجدول، متصدرين الجدول في الدوري. احنا الاول طبعا، احنا بينا وبين احنا تعادل، بس بينا وبين المباشره، اللقاءات المباشره، اللقاءات المباشره احنا كسبانين، فبالنسبه لنا احنا اول دلوقتي، والدوره المجمعه دي ان شاء الله اللي جايه هي اللي هتحسم بقى باذن الله. انتوا قد ايه اول؟ وهي في الاول في الاخر هي ملعب 60 دقيقه، بتبين مين اللي هيعمل عليه، يطلع كل حاجه عنده، ما يبخلش باي حاجه، هو اكيد ربنا هيبارك له في المكسب ان هو يبقى اول يعني. ان شاء الله هنتابعك ونبقى وراكم برده. عمر قول لي، يمكن عايز اجي لك في حته اللحظات الصعبه، اللعيب يفضل طول عمره ممكن المكسب ينساه، بس في لحظات بتمر على اللاعب بتبقى لحظات تمها تقيل كده وثقيله. فماتش السوبر اكيد كان لحظه منهم من غير ما نفكر، خاصه انتوا عملتوا اللي عليكم جدا جدا، كان شكلكم في الملعب انتوا الاقرب للفوز والكلام ده. ليه انا بحب اقول دايما يعني دي الحقيقه، يعني كون فرقه كسبت تعظيم سلام، ولكن مش معنى كده ان احنا قصرنا، لا احنا عملنا اللي علينا وكل الناس شايفه كده. عملتوا ايه ليله ماتش السوبر يا عمر؟ يعني روحتوا على الاوتيل ولا روحتوا على البيت؟ عملتوا احكي لي. لا ما روحنا على الاوتيل، تاني يوم ماتش عندنا، تاني يوم ماتش في البطوله بتاعت افريقيا. طبعا انا مش عايز اقول لك اليوم ده كان عامل ازاي، احنا يعتبر ما نمناش. نمت الساعه كام بقى يا عمر؟ بامانه بكل امانه الساعه 6 الصبح. شفت انا عارف والله، قلت الكلام ده، قلت اللعيبه دي مش هتنام قبل 6 7 الصبح. الصبح والله ما اصل هو انت بتبقى في حاله مش مصدق، انت لحد دلوقتي مش مستوعب ان انت خسرت الماتش. وحتى لو استوعبت ان انت خسرت الماتش انت متضايق لدرجه ان انت مش هينفع تنام. طب انتوا كلكم انا عايز اغل، كلكم كنتوا نفس الوضع؟ كلكم طبعا صحيح. انا كنت قاعد مثلا مع محمود فايز في الاوضه، مش عارفين ننام احنا الاثنين. احنا الاثنين مش عارفين ننام، مش جايين نوم، احنا خسرانين بطوله، عندنا غل، احنا ازاي خسرنا؟ انا عايز ارجع العب تاني. رجعوني هاتوهم لي تاني. هتقولي الناس دي تاني، انا عايز اكسبهم، عايز اغل، مش قادر ان انا استنى لحد ما اقابلهم تاني في الدوري، مش قادر استنى اللحظه دي. فطبعا بتبقى لحظه انا ومش عارف اعمل ايه، فبتنام من كتر ما انت دماغك خلاص اتهلكت، وانت مش نايم عشان خاطر انت عايز تنام، لا انت نايم من كتر ما انت اتهلكت وخلاص، خلاص وقعت من طولك. بس ده لا، والجمال بقى احلى، عندك ماتش يوميها بالليل، عندك ماتش تاني يوم بالليل. يعني الجمال بقى والاحلى من ده، فانت طبعا عندك ماتش. بالظبط، انا مش عارف تعمل ايه انت. بس هو بيني وبينك هو كان ماتش مش قوي قوي، الماتش تاني يوم بس كان دمه تقيل. هو دمه تقيل طبعا بالنسبه لكل الناس، انت نازل نفسيتك واقعة زي ما بيقولوا. كلمني بقى، وانت ايه يعني، عملتوا اجتماع في الاوتيل يوميها الصبح ولا خدتوا التجمع بس تحت الساعه كام وخلاص؟ لا ما كانش فيه يعتبر تجمع، لان ما حدش ما فيش كلام، هو كل واحد محتاجين نسكت شويه. نسكت وكل واحد يرجع لنفسه تاني، يلملم نفسه، يلم نفسه كده ويرجع للمود بتاعه تاني، بحيث ان هو يقدر يدي في الملعب. اتجمعتوا الساعه كام يوميها يوم الماتش؟ كان 6 باين ولا 7؟ كان الماتش الساعه، بس للامانه انا ما اتجمعتش معاهم. ان انا ساعتها بعمل اشعه، فما كنتش معاهم. صحيح، انت عملت اشعه صح؟ طب قول لي انت كانت اصابتك ايه؟ كان عندي حاجه زي سبرين انكل كده. سبرين انكل. طب ليه حطيتها في الجبيره؟ ليه يعني قصدي اقول ان هو برضو الكبيره دي بتاخر شويه، يعني ممكن تعمل تيبس في المفصل. والله هو طبعا ده كلام الدكتور، بس كلامي مع الدكتور كان لما شافها قال لي بص والله انت دلوقتي قدامك اسبوع وتلعب. تمام. يعني بعد ما عملت الاشعه قال لي اسبوع وتلعب. تمام. قلت له تمام، ما اسبوع العب. قال لي انا هثبتها لك شويه بحيث ان يعني تلم بسرعه، يعني انت لو دوست عليها هتتعبك اكتر فمش هترجع اصلا. قلت له والله اللي انت عايزه، يعني انت شوف، انت لو قول لي، لو انا مش هقدر العب قول لي، لو هقدر العب قول لي برضه، انا عايز اعرف انا هبقى فين. قال لي لا انت هتلعب. قلت له خلاص انا هلعب، يبقى انا اعمل لي اللي انت عايزه وانا ماشي في الطريق. يعني الكبيره كانت بالاساس عشان انت ما تجهدش رجلك. بالظبط. والوقت يبقى اضيق. بالظبط. يبقى الوقت كل ما وقت الراحه بتاعها زاد كل ما لمت اسرع. برافو. هي طبعا مشكلتها الوحيده ان العضلات نفسها بتبقى محتاجه ان هي تقوم. تقويات بقى، وانا قاعد بقى شغال في السرير عمال اعمل في تقويات. 1000 مجموعه، 1500. اعمل على قد ما تقدر بقى، يلا عيش حياتك بقى في السرير. فطبعا كانت صعبه، بس انت صعب. يعني قصدي اقول انت ما شاء الله الجهاز يعني الجهاز الطبي تحسب له بامانه انه جهزك ونزلت بالمستوى ده، يعني لما رجعت بمستوى كويس. يعني تحسب للجهاز الطبي وتحسب لك كمان، يعني واحد لعيب تاني يقول لك انا اريح رجلي واطمن عليها وبتاع. حتى احنا لما انت رجعت تلعب تاني قلنا لا احنا نفضل انه يريح، احنا عايزينه في ماتشات الدوري. بس انت عادي ما كانش همك. انا بصراحه ما كنتش حاسبها كده، انا كنت حاسبها بطريقه ثانيه. انا حسبتها ان انا عندنا ماتشات اهم كمان اسبوع، ما ينفعش ان انا افضل مريح اسبوع بره الماتشات وبعدين انزل على الماتشات اللي هي احنا الدوري حياه وموت، احنا ما فيش يعني. ماتشات ترتيبها ايه في الدوري؟
اول ماتش سبورتنج تقريبا مظبوط. اه سبورتنج سموحه. سبورتنج سموحه وبعدين سبورتنج سموحه هليوبلس بعد كده جيش بعد كذا زمالك. بس ما بين الجيش والزمالك في راحه. اه في بالظبط. بس هو الدوري بنسبه كبيره ثلاث مباريات دول نسبه كبيره جدا. سبورتنج وسموحه هو بالظبط يعني دول هيدول هيدخلوك خلاص يعني دول بالذات الستارتنج اللي هو بالظبط. دايما دايما البدايه لازم تكون بالنسبه لك دي اهم حاجه. ان انت بتديك الدفعه بتخليك بتعرفك انت فين وصلت لانهي مرحله. وصلت لمرحله التوب عندك ان انت بتبقى نازل خلاص انت كل يعني تفكيرك لعبك انت وصلت لمرحله معينه ان انت خلاص ان انت تقدر ان انت تنزل فيه ماتشات الجامده ان انت خلاص وصلت لليمت معين انت عارف انت اللي وصلت له بتبقى انت نازل وانت مطمن. غير لما بتحصل اي دروبات زي ما حصل معانا قبل كده الدروبات بس قدرنا نلم نفسنا تاني وده اللي احنا تعودنا عليه في النادي الاهلي. انه انت طب انتوا قعدتوا مع بعض امتى محمد؟ يعني بتقعدوا مع بعض امتى قبل الماتشات المهمه؟ يعني انتوا كل فرقه ليها تقاليد يعني دايما كل فرقه اي يعني فرقه لو دخلت انت على منتخب هتلاقي تقاليد ومش عارف. انتوا تقاليدكم انتوا بتحبوا تقعدوا مع بعض ليله الماتش تقعدوا مع بعض يوم الماتش الصبح تقاليدكم ايه في الفرقه؟ لا احنا يوم الماتش ده ما بنحبش نقعد مع بعض خالص ما تشوفوش بعض اللي في الملعب. ويعني وبنحب كمان احنا ما نتفرجش على فيديوهات ما نتفرجش على اي حاجه. يوم الماتش ده اللي هو كل واحد بيبقى قاعد مع نفسه يعني هو بيركز بالظبط ايه دوره في الملعب ان هو ينزل يعمله هو ده الصح. ان هو انا بعزل نفسي ان انا بركز في الجزء بتاعي يعني معين مش عايز كلام كتير عشان دماغي عشان دماغي ما تتشد. احنا متعودين على كده. احنا اليوم اللي قبله ده اللي بيبقى فيه فيديو لينا بنقعد نتفرج على الفريق نقط ضعفه نتفرجوا على الفرقه اللي هتلعبوها على الفرقه اللي هتلعبها دايما نقط ضعفه ونقط قوته ايه بنركز عليها. نسمع ان في محلل تقني كمان معاك كابتن محمد سليمان. محمد سليمان تمام وراح مع البنات في ماتش وفرق معاهم كتير بالظبط فرق كتير جدا. هو راجل شغله بصراحه ما انا عايز اعرف بقى لان انا بص انا هقول لك على حاجه انا بؤمن يعني بالعلم زي ما بيقولوا فطبعا دلوقتي بقى الموضوع كله سوفت وير وبروجرامز على اللابتوبز وبتاع بتقطع الفرقه اللي قصادك يعني مثلا انت عمر هيدافع على لعيب معين باجي اقطعه اتفضل يا باشا اللعيب اللي انت دافع عليه في فلاشاي اهو هو مجهز كل والله ما اعرف بيعمل كده بص انا ما اعرفش ان انت بتقوله ده. تحركات اللعيبه كل لعيب في مركز ليه تحركات معينه وليه نقط تصويب اماكن تصويب معينه للاجوان تبقى انت نازل قاري اللي قدام كله انت بتبقى عارف المفروض كل حاجه صحيح. دي حاجه من الحاجات اللي بتسهل لك كتير جدا في الملعب ما بتبقاش لسه هتتوقع انت عارف هو هيعمل ايه. طب اقول لك على حاجه انت كابتن محمد سليمان معاكم السنه دي اول سنه صح؟ مظبوط. ديفنسنا السنه دي انا اقول لك بامانه انا متابعكم كويس ومتابع كل حاجه انتوا ديفنسكم السنه دي احسن بكتير من ديفنسكم السنه اللي فاتت. يعني حاسس انا اقول لك حاسس هو الديفنس كويس وكل حاجه بس بامانه احنا الديفنس بتاعنا هو اقوى ديفنس يعتبر في افريقيا. بقول لك من السنه اللي فاتت اقوى ديفنس. ما انا هقول لك ليه بس انت كمان تخيل بقى انتوا ما شاء الله تلعبوا برجوله عندكم 3 4 الدايره ربنا يديكم الصحه ما شاء الله واللي بره واللي هنا واللي هنا وعبارس طبعا وحش من الوحوش كل دول بيدونا قوه. ده ماتش الزمالك يعني انتوا مع التقنيات الجديده دي انتوا اتحسنتوا جدا ومع شغل كابتن محمد سليمان طبعا طبعا. طيب خلينا ناخد طبعا رجل من الرجال اللي هم كان لهم دور كبير جدا في نجاح هذه البطولات ومش كده بس وكمان عينه في كل حته ومركز مع كل واحد جوه النادي معايا كابتن رؤوف عبد القادر مدير نشاط الرياضي. اهلا بيك يا كابتن. مساء الخير يا كابتن هيثم. اهلا بحضرتك منور شاشه قناه النادي الاهلي. ده انت اللي منور ومعاك ضيوفك كابتن محمد عبد الوارث وبكار سلام كبير قوي ليهم يعني والف مبروك. الله يبارك فيك يا كابتن وهم بيقولوا لحضرتك الف مبروك بس انا عايز اسال حضرتك سؤال نمت ولا لسه يا كابتن؟ يعني مفيش نوم خلاص خصمت النوم يا كابتن؟ لا احنا على طول عندنا 100,000 حاجه دلوقتي انت عارف بقى موسم التحضير للموسم الجديد والتعاقدات يعني ربنا معانا بقى. طب كابتن يعني كده قبل ما نخش طبعا في البطولات وابارك لك وهنيك على التنظيم الجيد ومجهود حضرتك المشرف يعني اخبار التعاقدات في العاب الصالات ايه؟ يعني الدنيا ماشيه كويس ولا ايه؟ انا مش عايز اعرف اخبار بس ايه يعني طمني قول لي لا تمام يعني المواضيع في ايد ابينا بس هو ده المهم. على فكره يا كابتن رؤوف ما انا مين اللي مضاني في النادي الاهلي؟ انا بس هتضحك بس ده يعني ما ننساش طبعا اللحظات الجميله دي. بس يعني بسم الله ما شاء الله عليك يعني انت من احسن الصفقات و انا كنت راجل عقلاني جدا فانا بحب كمان لما بتكلم في الحاجات دي اللغه بتبقى واحده يعني ما خدناش وقت كتير مع بعض انا يعني كنت راجل يعني كنت مكسب كتير للنادي الاهلي
وربنا يكرمك يعني. ربنا يخليك يا كابتن. وانا عايز اقول لحضرتك ان انت مفوق جيد جدا على فكره، وحتى ليك رؤيه مش بس في الكره الطائره اللي حضرتك بتنتمي ليها، ولكن في كل الالعاب يعني، في الباسكت ليك رؤيه، وفي اليد ليك رؤيه يعني، حتى بتقول لا ده ينفع يلبس قميص النادي الاهلي، لا ده ما ينفعش. فالحقيقه ليك دور كبير جدا يا كابتن رؤوف، وده اللي احنا عارفينه عن حضرتك. بس انا عايز اشكي لك شكوى صغيره كده. اتفضل يا كابتن. السوق ولع يا كابتن. طبعا يا كابتن. الدولار بقى بكام يا كابتن؟ لا والله بجد يعني طبعا دلوقتي يعني كذا نادي وانديه كثيره داخله في السوق، والعمليه بقت متعبه جدا يا كابتن. طبعا يا كابتن طبعا. وخلي بال حضرتك ما بقتش بدايه ايامكم كده. اه طبعا. بس لا ارجع واقول لحضرتك الاهلي قدها ودود. يلا باذن الله زي ما بقول لك، هو قدها ودود مجلس الاداره باذن الله يعني. اي حد باذن الله الفرقه محتاجاه، احنا لينا اسلوب معين ان احنا بنتابع من المديرين الفنيين، بنشوف طلباتهم ايه وتقاريرهم بالنسبه للعيبه الموجوده وايه المركز اللي هي الشغره، وبعد كده بنمشي وفقا لراي الفنيين. فاحنا دلوقتي جمعنا اراء الفنيين كلهم بتوع الالعاب، وبنجدد للناس اللي هم اولادنا اللي موجودين في الفرق، وابتدينا نشوف ايه طلباتهم بالنسبه للفرق اللي خارج النادي. ويعني احنا ماشيين حوالي مثلا 70% او 80% من المشوار لغايه دلوقتي. طب الحمد لله يا كابتن طمنتنا. وخليني اسالك برضو يا كابتن، يعني امبارح في انباء يعني مش عارفين صحتها ايه، وهل هي يعني خدها بمحمل الجد، حته استضافه بطوله افريقيا للابطال لكره اليد. يعني سمعنا تصريح من كابتن خالد العوضي، سمعنا تصريح من منظم من الناس في ضيوفنا كانوا افارقه على شاشه قناه النادي الاهلي، صحه الموضوع ده ايه يا كابتن؟ يعني الحقيقه الموضوع اتطرح الحقيقه، ويعني الناس الحمد لله مش عايزين نقول ان هم ايه مقهورين في التنظيم، وحصل حوار يعني يعني ان احنا طبعا هنستضيف كاس العالم، فقالوا ان دعم من الاتحاد الافريقي لمصر لهذا الملف، نعمله كانوا بطولات كثيره داخل مصر يعني زي ما تقول تسخين لبطوله العالم. ف يعني اتكلمنا وهيحصل بقى مكاتبات رسميه وبين الاتحاد الافريقي باذن الله. يعني في نيه يا كابتن، في نيه لاستضافتها ان شاء الله. يعني احنا بنرحب كنادي يعني الاهلي كاي بطولات افريقيه او عربيه بعد الرجوع طبعا لمجلس الاداره. وباذن الله يعني خير كده، ويوافق الاتحاد الافريقي على التنظيم باذن الله. وحقيقه يا كابتن وانتم قدها ودود، يعني ان شاء الله التنظيم اذا كان خمس بطولات افريقيا في شهر ونص، فاذا النادي الاهلي يقدر، وحضرتك قايل كده في تصريحك اللي احنا قلناه في بدايه الحلقه. طب خلينا اقول تاني حاجه يا كابتن، يعني كلمنا عن قطاع الناشئين بقى في النادي، لان ده قطاعات مهمه جدا. يعني انت عندك في كل الالعاب، سباحه، جمباز، سله، طايره، قطاع الناشئين ايه الاخبار؟ هل في تطوير ناوي حضرتك تعمله؟ هل في رؤيه معينه حضرتك عايز تعملها مع الناشئين في كل الالعاب؟ يعني الحقيقه انا عايز اقول لك برضه ان النادي الاهلي يمتلك يعني مجموعه من خبراء كل لعبه ومدربين على اعلى مستوى. يعني لازم اقول ان انا حلقه بكمل الحلقات اللي قبلها. اوريدي يعني الناشئين في النادي الاهلي بخير، وبالدليل ان النتائج لو عملنا حصر، احنا بنعمل حصر دلوقتي للنتائج الحاليه. مش عايز اقول لحضرتك ان مثلا بنسبه 90% او 80% من قطاع الناشئين في كل الالعاب. ما شاء الله. يعني لسه بطوله السباحه امبارح كسبان 18 20. ما شاء الله. يعني ايه 18 20؟ يعني هم 20 بطوله مراحل، احنا كسبنا 18 مرحله، يعني طلعنا تاني في مرحلتين بس. ما شاء الله. فده لسه الحاجه الطازه يعني اللي هي امبارح بالليل. لا ما احنا قلنا الخبر ده يا كابتن في بدايه الحلقه، قلنا 18 من 20 يا كابتن. وقلنا خبر برضو تجديد لابراهيم الجمال اربع مواسم، وحتى انا قلت اربع مواسم دي بتاع الكابتن رؤوف. كابتن رؤوف ما بيحبش يجدد موسم ولا اثنين، يجدد اللعيبه اربع مواسم عشان يريح يعني كل الاطراف ترتاح. قسم كده يا كابتن. صحيح. ما هو واقول لحضرتك كابتن الاربع سنين دي هي الصح، يعني حته ان انا اجدد لعيب سنه او اثنين وبعد كده ارجع افاوضه تاني بيبقى الموضوع مجهد للنادي. لا وفي نفس الطرف يعني هو راحه للطرفين واستقرار للاعب ايضا، استقرار كمان. يعني احنا يعني كابتن هيثم انا عايز افكرك. اتفضل. جيت مضيت عقد بياض وجبت العقد ومشيت.
الكلام ده طبعا مضيت ده انا يا كابتن انا اقول لحضرتك ده انا جيت مضيت على بياض من غير ما اقرا العقد. طيب ده اللي انا بقوله لك يعني حتى اللي بيمضي 4 سنين وجاء في وقت من الاوقات له رغبه ان هو يمشي او شايف فرصه او جات له فرصه لاحتراف بره او في الخارج او حاجه احنا ما بنقعدش صحيح اي حد خالص بالمره واشهد على ده. عشان كده اللعيب اللي بيبقى مطمن ان هو يعني لما بيمضي 4 يعني للطرفين هو بيبقى خلاص محدد كل حاجه واحنا نقدر بنفكر في الخطه المستقبليه ايه المراكز الشغرف اماكن ثانيه. فيعني هو الحمد لله يعني ربنا يسهل كده ونقدر بدايه الموسم الجديد كل الفرق تستمر في النجاحات اللي اتحققت السنه دي ونشوف اي ديفوهات حصلت او اي حاجه نحاول ان احنا نصلحها. ومن هنا برضو يعني احنا اتكلمنا على كل حاجه كابتن وما اتكلمناش على الابطال اللي عندك اللي مشرفينا في الاستوديو يعني انا ببارك لهم ويعني عارضين حقيقه في السيمي فاينل والفاينل يعني كل خبراء اللعبه بكل ما يعني اداء مميز جدا وروح مميزه جدا. ف يعني انا بشكر الجهاز الفني بقياده الكابتن يعني المخضرم عاصم حماد والاجهزه الفنيه بتاعته الطبيه والاداريه ومجموعه اللعيبه اللي بسم الله ما شاء الله اي تغييرات بتتم تحس ان ال يعني احنا عندنا 15 واحد 16 واحد اي واحد بينزل صحيح بينزل على المستوى وده يمكن سر نجاح ان في توليفه معينه بسم الله ما شاء الله كل مركز فيه اكتر من لاعب ممتاز واعتقد دول احسن مجموعه من مصر وربنا يكرمنا وانا جاي لهم كده يوم السبت باذن الله كده يوم ماتش سبورتنج في الاسماعيليه ومستني بقى يعزموني على عزوم السمك كده ولا حاجه هناك ان شاء الله يا كابتن باذن الله وان شاء الله توعدني بقى على الهوا كده تكون ضيفي في حلقه من الحلقات عشان نتكلم بقى كده ونفتح الملفات كلها مع بعض يا كابتن رؤوف باذن الله ان شاء الله والف مبروك الله يبارك في حضرتك كابتن رؤوف عبد القادر مدير النشاط الرياضي بالنادي الاهلي شكرا جزيلا لحضرتك يعني كل التوفيق ليك وكل التوفيق للطاقم اللي شغال معاك ان شاء الله لرفعه اسم النادي الاهلي في كل الالعاب. ارجع لضيوفي يعني شوف حتى كابتن رؤوف عبد القادر مدير النشاط الرياضي حاسس بالانجاز اللي انتوا عملتوه لان صدقني انتوا فرحتونا كتير جدا الحقيقه وحطيتونا في مود حلو يعني في اوقات كتيره جدا ولسه في المزيد يعني ان شاء الله بطوله الدوري المحترفين 4 5 ايام ما اعرفش انتوا بقى في 4 5 ايام دي هتعملوا ايه بقى هتلحقوا تناموا يا بارس والله احنا بنتمنى المشكله ان احنا مش هنلحق ننام عشان انتوا راحه جاي اصعب انتوا راحه النهارده احنا النهارده المفروض النهارده راحه وبكره بكره ان شاء الله ف بعد بكره يبتدي التمرين من ان شاء الله من يوم الاربعاء نبدا التمرين باذن الله فهي المشكله ان احنا الفتره الجايه اصعب بكتير هو دايما كده نهايه الموسم عندنا بتبقى اصعب بس انا شفتكم امبارح ما بلغتوش في الفرحه هل ده عشان انتوا عارفين لسه عندكم مسؤوليات لسه عندكم بطولات جايه فاحنا هنفرح على قدها عشان مركزين في اللي بعد كده ما هو ده الطبيعي احنا بالنسبه لنا ان احنا الموسم مخلص فما ينفعش تفرح للدرجه اللي هي المفروض ان انت خلاص انت بالظبط انت ما ينفعش ان انت في حاجات جايه اهم واهم بكتير انها دوري وكاس دي عندنا بالنسبه لنا حاجه كبيره جدا غير بطوله افريقيا يعني صحيح فاحنا بالنسبه لنا ان انت خلصت بطوله افريقيا الحمد لله ربنا كرمك وكرمك من واسع كمان فانت خلاص بقى اقفل الصفحه انت في حاجه اهم تبدا دوري بعد الدوري تخلص ال5 ماتشات تخش على الكاس فدي بالنسبه لنا ما ينفعش ان احنا كده ما فرحتوش قوي بالظبط ان انت ما ينفعش كمان بسبب عدم الفرحه الزياده احنا خسرنا ماتش سوبر وخسرنا من الزمالك معلش اصل دي بطوله انا عارف لا هو قدر الله ما شاء فعل وكل حاجه انا اقول لك حاجه قدر الله ما شاء فعل وكل حاجه الموضوع ده احنا ما اعترضتش على قضاء ربنا بس احنا خسرنا ماتش سوبر ومن الزمالك حاجتين من جوانا في حرقه كلنا كل واحد فينا بيتهيالي ان هو لحد دلوقتي مش قادر ان هو ينسى ومش قادر ان هو يطلع الغل اللي جواه انت مش هتهدى اي حد فينا مش هيهدى الا لما ناخد الدوري والكاس مش هتهدى واحنا كلنا بالذات عشان كلهم هيبقوا مع الزمالك كلهم هتقابل فيهم الزمالك اللي هو كسبك في السوبر اللي هو اللي انت اتضايقت وما عرفتش ان انت مش عارف تعيش حياتك وعلى طول متضايق وعندك غل جواك بسبب الماتش ده فانت مش هترتاح ولا هتطلع الفرحه اللي جواك الا لما تكسب البطولتين دول واحنا كلنا ثقه فيكم بقى ربنا يخليك صدقني يا عمر انتوا رجال يعني
الفرقه اللي تدافع بالشكل ده وتموت نفسها بالشكل ده والرجاله بتبقوا انتوا فعلا في الملعب الواحد بيحس ان انتوا فعلا بتموتوا نفسكم. بتخلوا اي حد يعني بيشجع الفانيلا الحمراء يقول لا الفرقه دي بتلعب بروح الفانيلا الحمراء وانتوا قادرين على ده. خد بالك وحتى في المنتخب لعيبه النادي الاهلي مع المنتخب نفس الكلام نفس الكلام. طيب قول لي انتوا كنا نرجع لموضوعنا كنا بنتكلم قبل مداخل الكابتن رؤوف حته الدفاع. احنا عندنا سلاح قوي جدا جدا ولما بنبقى في السلاح ده موفقين فيه بنبقى 100 يعني تعرف تهزيت راسك عارف احنا بنقول ايه الدفاع ولا الهجوم الخطف طبعا. احنا لما بنبقى بالشكل ده واقعد اتفرج على فرقتنا والاقي بقى الوينجات بتطير وكور من الاجوان رايحه يعني ليه ساعات بنلاقي الموضوع ده في ماتشات وماتشات لا وغير كده ورقم واحد الجون طبعا يعني طبعا مفيش كلام هي دي اللي هي بتبدا كلام. هي بتبدا من حارس المرمى دفاع فاست بريك دي مهمه جدا بالنسبه لنا ان انت حارس المرمى مزنلك لو فايق في الماتش انت خلاص انت بتضمن بنسبه 50-60% خلاص انت صحيح انت بتبقى وانت بتدافع يعني المدافعين عندنا بيبقوا مستريحين صحيح. لما بيلاقوا حارس المرمى فايق وفي يومه برافو عليك واحنا عندنا ما شاء الله ثلاث حراس مرمى يعني مستوى عالمي جدا يعني بالظبط الثلاثه والثلاثه كمان الميزه كمان ان هم نمط مختلف برافو عليك كل واحد مختلف ليه ستايل معين ولون تاني صح بالظبط فانت دي عندك ميزه فاحنا في اوقات كتيره بنختارها يعني الكابتن عاصم بيجي بينزل مثلا ان هو عصام في ماتش او في شوط او 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 هادي او سيد هي بتبقى الفكره كلها ان هو عايز يغير النمط كل شويه ما يبقاش يعني عشان الفرقه اللي احنا بنلعبها ما تبقاش متعوده على نمط معين طبعا. حتى تغييرت اللعيبه برده بتبقى نفس الفكره لا ده انا عايز اجي لك بقى في الحته دي واقف عليها بس تمام. انت كابتن الفريق صح تمام لما تعمل ويك اب كل الصبح للعيبه وتصحي لعيب لعيب ما احنا كل اللعيبه عارفين لو اي واحد يعني مش بروح اصحيهم يعني لا كده فوق اللعيب اتاخر بتاع ما لا بالظبط اه يعني مش هتصحيهم انت بتقول ريسبشن صحيح طب انت لو حد قال لك الو في التليفون بتعرف ده مين ولا كلمه الو اه طبعا طب كده طب قول الو كده الو مين ده؟ ما تقولش ده باجيو باجيو انت عرفته؟ على طول كده شفت بقى كابتن فرقه مسيطر كده باجيو؟ ايوه شفت لا شفت لا يعني يا عمرو مسيطر طبعا وباجيو وباجيو كمان عنده الالو دي معروفه جدا معروف شفت في وسط مليون هتتعرف لا بس بس اي الو لا بس ما شاء الله باجيو يعني ده انت بقى واضح ده انت واضح انت اللي مسيطر يا ابني شوف مزاجي والله الف مبروك يا حبيبي منورنا عمرو الاليوبي طبعا ليك مبروك يا ابو حسن الف مبروك مليون مبروك على حاجتين بقى العقيقه يا عم اللي ما عزمتناش عليها ابو حسن وعلى ابو حسن وكمان عشان الكاس الف مبروك يا حبيبي الله يبارك فيك يعني حسن وشه حلو عليك الحمد لله الحمد لله اول بطوله حسن اهو الحمد لله تمام طب بيلعب مركز ايه يا عم نعم بتلعبوا مركز ايه دلوقتي لا لسه بدري عليه قوي ده لسه مين يطلع قصير يطلع قصير يلعب وينج زي بكار هيطلع يعني هنشوف لسه بس المهم حسن يكون بيقول الو زيك نعم اتمنى ان هو ما يكونش بيقول الو زي لا لازم لا ده انا مش عايز يخش في الحته دي خالص طب هو محمد عبد الوارث بيقول لي مش عايز يقول الو زيك ايه يا عم في انت ما شاء الله يعني واضح ان الو دي مميزه جدا لا هي مش الو بس في حاجات كثيره مميزه بس كمان معاك صوره كمان بقول لك يا عمرو انت ما شاء الله يعني دفاعا يعني اللهم صل على النبي عليك وحش وتد في الملعب فقول لي يعني احنا عندنا الدفاع احنا الحمد لله من اقوى الفرق في المنطقه كلها يمكن في افريقيا وبندافع والدفاع بيبقى برجولك يعني شديده جدا قول لي احنا ناقصنا ايه في الدفاع ناقصنا نعمل ايه تاني يعني هل انت شايف ان احنا وصلنا للتوب كده ولا محتاجين حاجه تانية نعملها في الدفاع لا بص يعني مستحيل نوصل للتوب اللي هو يعني ده صعبه جدا الكلام ده بس احنا بنحاول على قد ما نقدر الاخطاء بتاعتنا ما تتكررش وبعد كل ماتش بنتفرج على نفسنا وبنشوف اخطائنا ايه بحيث ما نكررهاش الماتش اللي بعديه تمام فهو وطبعا بيبقى في اتفاقات مثلا حد هيطلع حد هيغطي يعني على حسب طبعا كل ماتش وكل منافس فهو الموضوع كله كمان يعني زي في اتصال بيننا وبين بعض في الملعب وانتوا يعني في لعيبه ما بتحبش تتفرج على نفسها يا عمرو يعني ايه يعني في لعيب بيقول لك انا ايه انا يا عم انا لعبت ماتش المدربين يقولوا لي انا عملت ايه انت بتحب تتفرج على نفسك اه طبعا لا هو اي لعيب في اي مركز لازم يتفرج على نفسه عامه عشان يتعلم صح ده كلام مظبوط لان هو لحد من اول ما يبدا لحد ما يبطل هو لازم يقدر يتعلم لانه مفيش حد ما بيغلطش صحيح مهما كانت خبرته ومهما كان سنه وكل حاجه
فموضوع الفرجه يعني على النفس دي حاجه مهمه جدا مثلا. طب قول لي انت توقعت ان سبورتنج تخرج من البطوله بامانه كده عمرو؟ لا طبعا يعني طبعا كانت مفاجاه كبيره جدا طبعا. كانت مفاجاه صح، الى خاصه ان سهلت علينا المشوار كتير طبعا. صحيح يعني يعني بس مش 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 غريبه. طب يعني ليه ممكن تفتكر ان هم خسروا يا عمرو؟ لا مش غريبه، هي بص يعني مش سبورتنج، حتى اي فرقه عامه مش تحترم المنافس مهما كان كبير او صغير هيخسر. احنا حصلت معانا قبل كده مره خسرنا من مينوك كاميروني يعني من حوالي من يعني 2009 او 2010 خسرنا من مينوك كاميروني في دور الثمانيه وطلعنا بره البطوله. وفي مره لعبنا اكسترا تايم مع فريق في الجابون برده ما كانش قوي ولعبنا اكسترا تايم. والموضوع هو الموضوع كله انت ازاي بتعد نفسك للفريق، مش فكره قوه الفريق المنافس او ضعفه، قد ما فكره انت تركيزك نفسه عامل ازاي، ده المهم جدا. بس اقول لك على حاجه عمرو، انت بعد الماتش مع ليوبليس وسبورتنج لما حصل وان هم خرجوا طبعا ما كناش نتمنى ده اكيد لانه ما فرق مصريه، ولكن لما حصل ده انا حسيت ان انتوا بتنزلوا على الفرق يعني بتغلوا يعني بحس يعني حسيت ان انتوا بتنزلوا لا احنا هنلعب كان ده ماتش نهائي. طبعا ده درس يعني، هو مش بيحصل فيك عشان تتعلمه، هو برده ما بيحصل في فريق منافس وفريق قوي جدا وكان مدعم بلعيبه محترمه جدا، فطبعا ده 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 درس كبير كمان لينا. صحيح صحيح. فبالتالي احنا كنا نزلنا يعني سواء دور الثمانيه او السيمي فاينل او الفاينل احنا من اول 10 دقائق شبه بنخلص الماتش. صحيح، هو ده اللي كان بيحصل فعلا. برافو. وطبعا مع الاستفاده كمان بانك بتلعب في ملعبك وجمهورك كل الكلام ده بيفرق طبعا في الكلام ده كله. صحيح، وبنبارك لك المرتين يا عمور، الف مبروك طبعا على حسن قدوم حسن. ربنا ربنا يبارك لك يا عمرو. وطبعا والف مبروك على البطوله ومستنيين منكم الكتير ان شاء الله عمرو باذن الله. اه طبعا بزن. اه طبعا ده لسه يعني مجرد كاس الكؤوس مجرد هو بدايه لينا، لسه احنا لسه السيزون عندنا دوري وكاس. صحيح، ده اهم حاجه بالنسبه لنا. كاس الكؤوس هو مجرد بس بدايه ان شاء الله للي بعد كده ان شاء الله. طب عمرو قول لي لو عايز تقول لعبد الوارث كلمه على الهوا تقول له ايه؟ لا انا عبد، لا مفيش حاجه في دماغي عبد الوارث، انا بقول له حاجات كتير قوي فمش هتيجي حاجه. طب 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 عمر، عمر هتقول له ايه؟ لا بيكو هو بس يعني يبقى نشيط شويه بس. بلاش انت يا عمرو، بشكرك يا حبيبي شكرا جزيلا وربنا يوفقك ونبارك لك قريب على كل يعني البطولات. عمرو القليوبي نجم الفريق طبعا، باجيو الروح حلوه بصراحه يا ابو وارث. لا اصل باجيو كان زميل غرفه كمان. اه يعني انت قعدنا سنين انا وهو مع بعض، اسرار بعض كلها وكله يا باشا مع بعض. لا اكيد طبعا. باجيو من الشخصيات الجميله، الشخصيات المحترمه اللي هو فعلا وراجل جدا وعامل زيك بصراحه يعني لعيبه رجاله في الملعب. الله يخليك والله حقيقته يعني اللعيبه الرجاله واللعيبه الاخلاقيه كمان في الملعب عاليه جدا سواء انت وعمر الحقيقه، لان انا من قبل ما تبقوا ضيوفي وانا معجب بيكم جدا كلعب وكاخلاق في الملعب وتركيز ورجوله يعني يعني ما شاء الله عليكم. ده هو اصل احنا اتربينا في النادي الاهلي كده، ان هو ما ينفعش ان انت تنزل تهزر، انت نازل الماتش حتى لو بتلعب مين لازم تنزل تموت نفسك. ده طبيعي ان انت متعود ان انت تلعب على بطولات، فما ينفعش او على مركز اول ما ينفعش تنزل تهزر، فانت لازم طبيعي ان انت بتموت نفسك في كل ماتش. اه اي نعم بتحصل في فترات في الماتش كده ان انت مستوى بينزل انت بتبقى مريح بالظبط، بس احنا عشان اتعودنا في النادي ان احنا يعني كل ماتش ان انت ما ينفعش، فدي خلاص دي بقت اسلوب حياتنا خلاص يعني ده يعني الطبيعي بتاعنا ان هو ما ينفعش تغيره، اتعودت عليه او يعني زي ما انت كده بتتربى على حاجه من وانت صغير خلاص بتفضل معاك دايما، فهو الطبيعي ان انت خلاص من وانت صغير اتعلمت في النادي الاهلي ان انت بالنسبه لك هي رقم واحد. صحيح. طب يا كابتن قول لي يعني حماسه ما شاء الله يعني وش حلو علينا بامانه، يعني بيجي وش حلو يعني دايما بيبقى السنة اللي فاتت استعنا بيه ووفقنا كويس والسنة دي برضه استعنا بيه ووفقنا، طب ليه ما بنجيبوش؟ ليه ما بقاش لاعب معانا ثابت بقى كده نصحى من النوم نلاقيه يجي معانا التمرين؟ يعني ليه؟ احنا 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 بنتمنى حاجة زي دي. حماسة من اللعيبة المحترمة جدا، اللعيبة اللي النمط بتاعها يقدر ان هو يبقى في وسط النادي الاهلي. صحيح. خلي بالك دي بتبقى مشكلة عندنا في النادي احنا بنعانيها، ان هو مش أي لعيب بيقدر يخش جوه منظومة النادي الاهلي ويكمل فيها، بدليل ان في لعيبه بتبقى لعيبه كويسه جدا جدا في انديه تيجي تخش منظومه النادي الاهلي ما بتعرفش، لكن حماسه من الشخصيات اللي فعلا تقدر تخش جوه النادي الاهلي، تقدر لما تدخلها جوه المنظومه تلاقيها ماشيه معاك في نفس الريتم، يعني ما ينفعش يخرج بره.
بالظبط. هو طبيعي بس يعني بدل ما يروح ويجي وتاكسي. هي المشكله جاي. عندهم هناك مش لا احنا كل يعني التقدير والاحترام لنادي سموحه لان هو لعيب نادي سموحه وطبعا نادي سموحه نادي كبير وكل حاجه. احنا بنتكلم ان هو بقى في عشره بيننا. لا بالظبط بس هو طبعًا. هي المشكله يعني هي المشكله في النادي هناك هم اللي مش عايزين يسيبوه. هو بالظبط هو اقامه طبعا عندهم في النادي يعني هي الصفقه مش سهله انها تتم للامانه يعني يعني هم مش سهل ان هم يفرطوا بيه. طب هو يعني عقده هيخلص امتى؟ لا بيجددوا له على طول قبل ما يعني ما بيسيبوهوش يعني عارف انت اللي هو ايه بيمضوا مثلا اربع سنين وبعد سنه يقوموا مجددين له كمان. لا هو حماسه كمان من الشخصيات اللي هي اللي يعني مرتبط باهله بزياده ما بيحبش يبعد فهي بالنسبه له طبعا هناك قعدته في اسكندريه في وسط اهله في وسط فرع بقى النادي بالفرع هناك زي عمر والله انا نروح كلنا نتمنى. لا انا بنهزر طبعا بس قول لي يعني احنا ما شاء الله فرقتنا مش محتاجه دعم بصراحه. انا بكلمك بامانه يعني حماصه بيجي يزود الفرقه طبعا لو كان علي زين موجود ابننا وابن النادي الاهلي كان برضه هيبقى اضافه قويه. احنا السنه اللي فاتت كنا جبنا حماصه وكنا جبنا يحيى الدرع ويحيى الدرع برضه ما شاء الله اضافه قويه جدا جدا طبعًا. بس فرقتنا الحمد لله كامله وكابتن رؤوف قال الكلام ده. هسالك سؤال بس عمر لما يبقى في عندك فرقه فيها مجموعه من النجوم دي نتكلم بقى بصراحه بدون اي ايه حواجز النجوم دي انا نجم احنا اتنين تلاتة نجوم في نفس المكان مفيش عندكم بامانه الحسيات دي ده لاعب ده ما لعبش ولا الموضوع ده مش موجود نهائي؟ لا مش موجود مش موجود خلص. احنا اتعودنا ان احنا كل واحد بينزل هينزل دقيقه هينزل 10 دقائق هينزل شوط هينزل ماتش هو بيعمل اللي عليه 100% ملوش دعوه وقت ما يتعب بيقول انا تعبان اللي مكانه بينزل يكمل مكانه نفس الدور بنفس الكفاءه بنفس كل حاجه. احنا اتعودنا على الكلام ده والكلام ده احنا متفقين عليه كلنا يا جماعه اللي بيتعب بيطلع والناس اللي مكانه بينزل يأدي زيه. عايزين نكسب. ما هو بالظبط اصل انت لو قصرت في المجهود بتاعك فانت بتخسر الفرقه. او انت بتخسر الفرقه مجهود يعني لو حد مكانك كان هيعمل مجهود اقوى منك فهيفيد الفرقه اكتر. انت كل كلامك صدق ووصل لنا من كتر ما هو صادق بس انا برضو اختبرت كابتن محمد خلاص لما قال الو عرفت ان كابتن فرقه يعني مسيطر. طب انت قول الو كده اما نشوف انت مسيطر ولا هتعمل ايه. قول الو كده. اقول الو لمين؟ الو يا بيكو. لا قول انت بقى انا مش محمود عاصم. لا محمود عاصم غادي استنى بس قال لك محمود عاصم دي غلط او مش مسيطر. قول يا عم يلا قول ادي اول سنه بس انا بس مش سامع بس. طب قول الو جامده. قول الو جامده. ها قول مش لا عمر ساكت. قول انت يا بيكو انت نسيتني ولا ايه؟ انت مين يا عم؟ احسن لعيب في افريقيا يا جماعه ننسى ده. لسه فايز لا اسلام حسن. حسن يا عم اسلام حسن يا باشا اسلام حسن. صوتك داخل لجوه ليه يا اسلام؟ شفت بقى يا كابتن عبد الرحمن عاملها معاك. لا لا هو بيغير صوته كده. البعيد عن القلب يا باشا بعيد عن العين بعيد عن القلب. هم ما بيشوفكش من امبارح. اسلام بعيد عن القلب. اسلام 14 سنه 14 سنه مع بعض مش عارف صوته. لا ده انت هو بيقول لك واحد على طول بيقول لي صوته داخل لجوه. شفت بقى يعني خلاص كده عمر حسابه معاك عسير يا اسلام. ايه ده ليلته مش معديه. اسلام حسن طبعا يعني نجم الفريق وطبعا احسن لاعب بالبطوله. بقول لك الف مليون مبروك. والحقيقه انت من ساعه من قبل ماتش السوبر يمكن باسبوعين ثلاثه واحنا متابعين ادائك ما شاء الله تاتش وود ربنا يحميك ثابت في يعني عارف اللعيبه ساعات بتوصل لفورمه كده بيبقى يعني باين ان وصل لفورمه حلوه ما شاء الله تاتش وود ربنا يحميك انت وصل لفورمه حلوه يا اسلام. الله يبارك في حضرتك يا كابتن هيثم. انا ببارك لك وبارك للاهلاويه كلهم بعد البطوله دي. بطوله بعد خساره البوستن ده كان صعب بالنسبه لنا فكنا محتاجين ان احنا نكسب نطلع من الكابو اللي احنا كنا فيها ومع فرقه بصراحه ما تستاهلش اي خساره. فرقه كلها نجوم ما لهاش نجم واحد فعلا. فرقه كلها نجوم من اولها لاخرها. انا سمعت بكار من شويه كان بيتكلم ان المراكز بيبقى فيها كذا لعيب ومفيش حد فعلا نفسه يلعب الماتش كله لان احنا فرقه جماعيه وفي نفس الوقت لعبة كره اليد انت عارف بتبقى صعب جدا ان انت تكمل ال 60 دقيقه كامله اللعبه انت عارف كلها ضرب. صحيح صحيح صعب جدا. صحيح الحمد لله رب العالمين على ما كسبت البطوله دي. مبروك يا اسلام. وببارك للكابتن الجديد بتاعنا هو اول كاس ليه. حبيبي يا اسلام. عمر بيقول لك مبروك. مبروك يا اسلام. لا ما خلاص مفيش مبروك بقى. خلاص ما انت ما عرفتش صوتي بقى مفيش مبروك. طب اسلام قول لي انت بناتك عسل قوي يا اسلام يعني كانوا معاك امبارح وكانوا معاك وانت بتستلم الكاس. انت اب حنين برضه يا اسلام.
انا حنين جدا بقى انت عارف. حنين قوي، حنين قوي طبعا. القرع عند عبد الرحمن اهو، انا تركت وبرضه ما شاء الله ربنا يخليهم لك يا رب. ربنا يخليهم لك يا رب. واحنا عارفين انت كنت محترف بره اسلام ونادي الاهلي كلموك ورجعت، خلينا نقول بس عشان الناس تتذكر دائما ابدا ان انت عمرك ما بتتاخر على النادي الاهلي، وان انت لما كنت في احترافك وكلموك فورا رجعت النادي الاهلي. والله بص انا كنت فعلا انا قعدت في الافريقي سنتين، وبعد كده الرفا القطري برضه تقريبا سنه ونص او حاجه كده، فكلموني النادي الاهلي. كان في ظروف النادي الاهلي، كان بقاله فتره كان بيمر بظروف مش كويسه. طبعا اول حاجه فكرت فيها ان احنا لازم نقف جنب النادي الاهلي في الفتره دي احنا اولاده، فلازم كلنا نتجمع ان احنا نطلع بالنادي الاهلي من الظروف اللي كان فيها. والحمد لله قدرنا ان احنا كلنا، مش عاوز اقول لك مش لعيب واحد ولا اثنين، الفرقه كلها فعلا انت عارف السلسله اجتمعت بقى خلاص، يعني كل حلقات السلسله اجتمعت، فقدرنا ان احنا نفوز. شفت انت الموسم اللي فات كان عامل ازاي؟ الموسم ده احنا لسه على فكره صحيح مفيش حاجه، بس لسه بدري، لسه بدري، برافو عليك. حققت دوري وكاس والبطوله دي، يعني انت ما شاء الله موسم ممتاز. وخلي بالك كسبنا بطولات بالظبط، بس لسه بدري. لا وخلي بالك بطوله الابطال ان شاء الله كابتن رؤوف عبد القادر طبعا تشرفنا بمداخله قبل منك على طول اسلام، وقال انه ان شاء الله المراسلات هتبتدي وهنستضيف بطوله افريقيا الابطال على ملعب النادي الاهلي، يعني لسه عندنا كتير. يا ريت والله، والله يا ريت فعلا، احنا نفسنا نحقق كل حاجه. انت عارف هي الرياضه مكسب خساره، وانت ممكن تاثر في يوم ممكن يبقى ده يوم في يوم طبعا، لكن بطبيعه الفرقه اللي مليانه خبرات زي فريق النادي الاهلي بيبقى اكيد صعب جدا تطلع من الموسم بصفر بطولات ولا بطوله ولا اثنين. ان شاء الله ان شاء الله ناخد اقصى حاجه في البطولات السنه دي، ونبقى برضو اكتر فرقه في مصر واخد بطولات السنه ان شاء الله باذن الله طبعا. ونفضل في ظهركم يعني على طول يا اسلام، وانتم تستحقوا. والله انت في ظهرنا على طول يا كابتن هيثم، وقناه النادي الاهلي على طول في ظهرنا، واحنا بنشكركم جدا فعلا على طول. يعني مش عاوز اقول لك على طول احنا في وقت الخساره برضو بتوقف بطولات طبعا. لا ده ان شاء الله، ان شاء الله يا رب، ان شاء الله نوعدكم ان شاء الله البطوله مش هيخلص كده. ده واجبنا، وانتوا على طول بتفرحونا يا اسلام، واحنا كلنا ثقه فيكم وسعداء بيكم جدا الحقيقه، وبتخلونا في مود تاني الحقيقه لما بتاخدوا بطوله ولا حاجه. بشكرك شكرا جزيلا يا اسلام، والف مليون مبروك، وربنا يوفقك دائما ابدا. اسلام حسن طبعا نجم الفريق، الف مليون مبروك يا كابتن. يعني الحقيقه في حساب بقى هيبقى عسير عمر مع اسلام، انت ما عرفتوش؟ طب ازاي ده؟ لا لا اسلام حساب عسير مع اسلام، اسلام بقول لك 14 سنه احنا في المنتخب من واحنا عندنا 16 سنه مع بعض. لا اسلام رب ربنا يخليكم لبعض يا رب، ونشوف معاكم بطولات اكتر، ولسه عندنا كلام نكمله ان شاء الله. بس اعزائي المشاهدين لازم نطلع فاصل وارجع لحضراتكم، عشان الحقيقه والله بجد انا مستمتع جدا بالحديث مع النجوم. النجوم بره الملعب حاجه وجوه الملعب حاجه، بس انا حاسس بيهم وحاسس بنبضهم، انا في الاول والاخر واحد منهم. فاصل قصير وارجع لحضراتكم. في الاستوديو طبعا كابتن محمد عبد الوارث وكابتن عمر الوكيل. محمد بعد مباراه امبارح اول حاجه قالها لكم كابتن عاصم حماد ايه بعد المكسب؟ انسوا خلاص، كلنا انسوا. هو قال تصريح كده معاه؟ لا هو فعلا واحنا دي حاجه قلناها بيننا وبين بعضينا، خلاص البطوله خلصت، عندنا كمان خمس ايام بطوله ثانيه.
ما ينفعش ان انا هفضل في البطوله دي لفتره. يا خلاص انا نمت صحيت خلاص الصفحه اتقلبت، انا في حياه ثانيه، بطوله ثانيه، لازم كل خطوه. اه طبعا طبعا. والدوري طبعا فيها خمس يعني ماتشات بالظبط، خمس ماتشات ببطوله خمس، ده يعتبر نفس افريقيا بالظبط، نفس نفس عدد الماتشات اللي لعبتهم هتلعبهم في افريقيا. هي هتلعب نفس، بس بالعكس كمان ممكن يكون الدوري اقوى بكتير. يعني الحمد لله ربنا وفقنا في بطولة افريقيا، كان الموضوع بالنسبه لنا سهل الحمد لله، وقدرنا اللي هو كمان بعد خساره سبورتنج وهليوبلس طبعا دي احنا حاجه بالنسبه لنا كانت حاجه غريبه، وبالذات سبورتنج يعني كانت بالنسبه لنا احنا كنا مستنيين سبورتنج في النهائي. بس انا اقول طبعا بعد التدعيمات اللي هو محمد علي والله لا بس انا هقول لك معرفش هو الارض عايز عمر يشاركنا ويقول لنا رايه. احمد الاحمر ومحمد علي لما انضموا لسبورتنج ما اتمرنوش من فتره، هم على الماتشات لان هو السوبر بيستعدوا مع الزمالك. تاني يوم ماتش، ايا كان مهما كان اسم اللاعب قوي جدا مع الاحترام لكل اللعيبه، بس لازم تاخد وقت. حماصه لعب معانا كتير، ده يعتبر واحد من النادي الاهلي، فما فيش وقت، دخل على طول حافظ. بس فهو يمكن ده عمل دروب في سبورتنج شويه. رايك ايه؟ انا وجهه نظري حاجه تانية. انا وجهه نظري هي بدات مع سبورتنج في الماتش اللي قبليه اللي كان في المجموعه، ماتش المجموعه الكاميرون. اللي هم لما قال لك نتجنب الاهلي، نتجنب الاهلي. انا بالنسبه لي انا كوجهه نظري انا كلاعب واللي اتعودت عليه في النادي الاهلي، انا بدوس على اي حد قدامي، مين قدامي مين هيقابلني. هي برضه هي حاجه مش وحشه. أيوة. بس دي بتبقى لو اللعيب مش فاهم هو داخل يعمل ايه هتقلب معاه العكس، وفعلا هم قلبت معاه العكس. هم الماتش عدى، بس لازم انسى الماتش ده، انا ابدا بقى ان انا في الفرقه اللي قدامي، انا مش هينفع ان انا ابقى داخل ان انا اقصر او الفرقه اللي قدامي انا عارف ان انا هكسبها. دي اكبر غلط لعبتنا بس هكسبها في اي وقت بالظبط، دي اكبر غلط. هي ممكن ربنا يمشيش معايا يعني الكوره ما تبقاش ماشيه معايا، تعالى هبدا ازيد اصرار وازود وتعاند معايا اكتر، خلاص انا فصلت. صح، هي دي المشكله، هي دي اللي فعلا السبورتنج حصل فعلا، دي ممكن يكون سبب الاسباب الاساسيه طبعا، بالاضافه للحاجات الفنيه الثانيه اللعيبه اللي هم الدعم ما اتمرنوش. اه طبعا التاني. ان هو محمد علي والاحمر هم اتنين لعيبه محترمين جدا، لعيبه كويسين جدا طبعاً. بس برضو احنا هنرجع اقول لك برضو نفس الكلمه اللي انا قلتها، ان في لعيبه تخش فرق تعرف تمشي معاهم في نفس المنظومه، في لعيبه لا، ومنظومه الزمالك مختلفه برضو. ان هو احمد الاحمر طريقه لعب الزمالك مختلفه طبعاً. عن طريقه لعب سبورتنج تمام، يعني هو الزمالك كله بيعتمد على احمد الاحمر، هو طبعا راجل خبره راجل نجم كبير طبعا. فهم الاحمر برضو ان هو مخلص بطوله وداخل مع نادي سبورتنج وما اتمرنش معاهم، قعد فتره ما اتمرنش معاهم، دي برضو هتبقى مشكله بالنسبه له. وطريقه لعب سبورتنج مختلفه تماما عن اي طريقه لعب اي حد عندنا في الدوري. صحيح. طب انت عمر رايك ايه في كلام محمد؟ لا والله طبعا كلامه صح، يعني انا بايده في كل حاجه قالها، كل حاجه قالها. مشكله سبورتنج مش في ان هم ما لحقوش يتاقلموا. مركز محمد علي هو جون، يعني يمكن الحاجات اللي هتفرق معاه قوي البلوكات، يعني مع الناس اللي ودي بتالي بيظبطوها بتبقى يعني كلام مش محتاجه تمارين قوي. احمد الاحمر لعيب خبره وجنبه بيلعب بالزبط. مودي بيلعبوا مع بعض، بيلعب مع اي حد، بيلعبوا مع بعض في المنتخب اوريدي، فحافظين بعض. ما تهيأليش ان دي اثرت. انا اللي الحاجه اللي اثرت عليهم فعلا ان هم ما ادوش احترام للفرقه اللي قدامهم، ودي كانت واضحه جدا. هم ما ادوش احترام لفرقه زي جي اس كي، والتانيين ما خلاص هم داخلين خلاص ما التانيين مش عارفين بقى. يعني مش خلاص بقى هو وقع مش عارف يقوم. مارد خرج من الام بس هو جي اس كي ده هم قوه بدنيه جباره خرجت كمان. هم لعبهم مختلف، يعني الافارقه لعبهم اللي هو لعب. طب انا عايز اسال سؤال بقى، معلش انتوا معانا في الملعب اهو بقى وبنتكلم، احنا دايما نقعد نحلل ونقول انا جبت بقى الايه اللي في المطبخ جوه. ايه اللي يفرق انت عندك ماتش النهارده مع دوله من شمال افريقيا ودوله، وما عندك ماتش تاني مع فرقه من افريقيا السمراء؟ تمام. انتوا كلاعيبه ايه الفرق؟ انت نازل تلعب ده وده، هتلعب ده ازاي وتلعب ده ازاي؟ انا بنزل العب جامد، دي اول حاجه. رقم واحد انا نازل العب جامد عشان ما اتصابش، دي رقم واحد. تمام. ان انا بلعب جامد عشان ما يحصلش اصابات. تمام. فرق ان فرق افريقيه او فرق اللي زي تونس والجزائر والمغرب، الناس دي عندها هاندبول وبيعرفوا يفكروا في الملعب، يعني لما يتحطوا في مواقف يقدر يفكر او يقدر يطلع منها. لكن الافارقه هم من طبيعتهم ان هم لعبهم ان هم زي بالبلدي يعني كده، حافظ مش فاهم ان هو انا حافظ كذا هروح هنا عشان اعمل كذا، فانت بتلعب على النقطه دي. وفرق افريقيه عموما لازم من اول 10 دقائق لازم تخطف،
صحيح، عشان لو انت ما عملتش حاجه زي دي هم هيفضلوا معاك طول الماتش يقرفوك بالظبط، وهم لعبهم هم اقوياء، فهم لما بيخشوا هو ده هم متوقعين ان ده اللعب العادي، ان هو يخش يضرب فيه الجامد، هو ده اللعب الهاندبول العادي، وهم زي ما عندهمش السنس في الهاندبول قوي ان هو يقدر يلعب عليك بطريقه معينه، يلعب مخ بحته معينه، لا انت عندك انت بتعديهم في الحته دي، فانت بتنزل رقم واحد طبعا جامد جدا عشان جامد جدا عشان ما تعوضش. بس هم احنا فعلا يعني اللعب الافريقي يا عمر جدا يعني احنا طبعا معاشر. وعلى كلام محمد، هو انت لازم تلعب جامد، لازم تلعب جامد 100%، مش قصه تتصاب او ما تتصابش، بس انت في حاجات يعني لازم تخلي بالك منها في الملعب، لان هم لعبهم عنيف. زي ايه؟ اخلي بالي في ايه مثلا وانا داخل مثلا؟ هو انا اصل اللعب بيبقى عشوائي مش مترتب. لا انت بتلعب جامد، بس بقول لك في حاجات مثلا تخلي بالك، مثلا هو ممكن يبقى داخل يشوط يقوم داخل فيك خبطك مثلا، لازم تبقى واقف جامد ومستعد بالظبط. لو انت عندك تراخي، لو انت مثلا عندك تراخي هتتصاب زي ما بيقول، انت فعلا هيحصل لك حاجه، هتتصاب مش هتعرف تكمل. فلو انت مش واقف جامد على رجلك وبتلعب جامد، الفرق بقى ما بين بقى الافارقه والناس البيض، انا بالنسبه لي انت كده ولا كده هتلعب جامد، الفرق حاجه واحده بعد الماتش، لما بتبقى بتلعب فرقه زي افريقيه انت ما بتبقاش انت كسبت انا كسبت، لو بتلعب فرقه مثلا زي تونس ولا المغرب يبقى في سعاده بعد ما تكسب، انت كسبت فرقه جامده، بس انت كده في الاول وفي الاخر انت لازم تلعب جامد عشان خاطر انت بتلعب في النادي الاهلي وده السيستم بتاعك، ما ينفعش تلعب غير كده. حته حلوه. صحيح يا عمر، انت ضفت يعني نقطه مهمه، وخلينا برضو اقول لحضراتكم خبر بطوله دخلت النادي الاهلي، فريق 18 سنه ناشئات كره السله في النادي الاهلي، توجنا ببطوله الجمهوريه بعد الفوز على سموحه بفرق 11 نقطه. الف مليون مبروك الحقيقه، بطوله جديده اضافت النادي الاهلي زي ما قلنا دايما الناشئات، ولسه كابتن رؤوف عبد القادر كان بيقول ان الناشئين والناشئات في كل القطاعات عاملين السنه دي فوق 90% انجاز في البطولات الحقيقه، ودي حاجه تشرف النادي الاهلي ويدل ان النادي الاهلي ماشي صح والقاعده من تحت طالعه صح. وامبارح كمان من ضمن الحاجات اللي كنا عملناها بكامل قناه النادي الاهلي ان احنا سجلنا عده لقاءات مهمه، كان اهمها على الاطلاق طبعا لقائنا مع الاستاذ العمري فاروق نائب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي. امبارح عملنا معاه لقاء بعد المكسب، نشوف قال ايه وارجع لحضراتكم تاني. عمري فاروق طبعا نائب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي، مبروك على هذا الانجاز، مش بطولة رياضية فقط، مؤسسة الأهلي تنظمها للبطولات الرياضية على أعلى مستوى بالإضافة للفوز الفني لفريق كرة اليد. مبروك، مبروك لكل جماهير النادي الأهلي والأعضاء النادي الأهلي، مبروك لكل الناس اللي شاركت ونظمت، حقيقة مستوى طيب جدا. مبروك للكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي على البطولة، أعتقد يمكن ده تعويض عن المباراة السوبر الحقيقة اللي خسرناها وإحنا الحقيقة ما كناش يوميها موفقين. النهاردة الفريق بيصالح جمهوره، بيصالح النادي الأهلي، وبيكسب البطولة بتاعت أفريقيا، وإن شاء الله كده مزيد من البطولات. بشكر الحقيقة اللجنة المنظمة على البطولة، كل اللي شاركوا، شباب النادي الأهلي، بنات النادي الأهلي اللي اتحركوا في كل اللجان الحقيقة اللي اشتغلت، شكل الحقيقة مشرف. بشكر محمد الجرحي ومحمد الضماطي على التنظيم، مجهود كبير. بشكر الحقيقة الفرق المشاركة كلها حقيقة لأن مستوى طيب. برحب بكونت بالحقيقة النادي الاتحاد الليبي، أشقاء عرب، الحقيقة علاقات مهمة جدا كانت المفروض دايما وتظل دايما يا رب طيبة. بشكر كل الحقيقة اللي شاركوا، ألف ألف مبروك للنادي الأهلي، إن شاء الله يكون اللي جاي أحسن بإذن الله رب العالمين. علي حضرتك على حرص الاتحاد الأفريقي لكرة اليد على إهداء الأهلي درع شكر من الاتحاد الأفريقي لمسؤول الأهلي على هذا التنظيم والشكل اللي خرجت به هذه البطولة بالنسبة للقارة الأفريقية. الحقيقة يمكن وإحنا بنتكلم ما بين الشوطين، الحقيقة الاتحاد الأفريقي بيثني على أداء اللجنة المنظمة للبطولة، ويمكن ده نفس الحقيقة الانطباع اللي جالنا برضو من الاتحاد الطائرة، الاتحاد الأفريقي للطائرة، وده بيؤكد إن شباب النادي الأهلي دايما الحقيقة بيطلع البطولات بتاعتنا بالشكل اللي يتناسب مع اسم النادي الأهلي. الحقيقة يمكن أكبر نسبة مشاركة من عدد شباب أعضاء النادي الأهلي، أكبر نسبة مشاركة الحقيقة حتى في الافتتاحات من في حفلة الافتتاح كلهم من ولاد الأهلي وأعضاء النادي الأهلي، ودي حاجة جديدة. يمكن احنا كنا ساعات بنستعين ببعض الشباب من بره، المرة دي احنا مركزين ان ولاد النادي الأهلي وأعضاء النادي الأهلي وبنات النادي الأهلي يكونوا هم الحالي في الاحتفاليات. فاشكرهم وألف مبروك، وإن شاء الله مزيد من البطولات، ودايما كده النادي الأهلي سباب الخير يا رب العالمين. ألف مبروك يا فندم، ألف مبروك. أشكرك. ده كان لقاءنا امبارح عقب تتويج الفريق طبعا ببطوله افريقيا مع الاستاذ العمري فاروق نائب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي. والحقيقه برضو بنتهز الفرصه ان احنا نتمنى طبعا لكابتن محمود الخطيب الشفاء، ونسال الله طبعا انه يرجع طبعا يعني سريعا عشان طبعا يشارك النادي الاهلي كله افراحه
ويشارك طبعا البطولات، ربنا يرجعه بألف سلامة إن شاء الله. محمد يمكن برضو أرجع لك في حتة اللعب الأفريقي ولعب شمال أفريقيا واللعب ده، لأن إحنا ما بنقعد هنا في الاستوديو بنقعد نقول لا يعني ماتشات أفريقيا مش جامدة، الماتشات هي الشمال هي الأقوى، بس أنت دلوقتي اديتني أنت عمر فكرة تانية خالص، إنه برضو ماتشات أفريقيا لو ما خدتهاش باحترام هتخسر. بالضبط، أي فرقة أي فريق لو ما اديتوش احترامه هتحصل، هيحصل فيه دروب. وبالفعل ده يعني في نتيجة حصلت معنا، إن هو إحنا زي ما باجو قال قبل كده إحنا فعلا فرقة مينو خرجتنا في 2009 ولا 10 2009 كان مع كابتن محمد عبد المعطي، برضه نازلين الفريق مش مدين له احترامه، كانت بطولة بقى لنا كانت تقريبا أول بطولة لينا إحنا كجيل نطلع بطولة أفريقيا، فمش عارفين الأجواء هناك عاملة إزاي، خسرنا بآخر فاول. والدرس لسه فاكرينه لغاية دلوقتي؟ طبعا مفيش أي حاجة تعدي عليك صعبة ما ينفعش تنساها، لا عشان لو نسيتها يعني انا شايف بالنسبه لي وجهه نظري انت مش هتعلم. واي حاجه قاسيه لازم تفضل في دماغي، عمري ما هنساها، ان انا افتكر حتى لو حاجه من سنه 2009 والكلام ده كله بالنسبه لي حصل معايا موقف فعلا اثر معايا في حاجه معينه، او بمعنى صح شال مني بطوله ما عمري ما هقدر انساها عشان ابدا افكر. بالظبط، عشان ما انا ما ينفعش ان انا في حياتي تبقى فيه نقطه سوداء ما ينفعش ما اكونش فاكرها عشان ما تتكررش، ما ينفعش افضل طول ما انا ماشي في حياتي اقعد احط في نقطه سوداء. النقطه السوداء دي عشان بالظبط عشان بعد كده ما ينفعش ان انا اقع في الحفره دي، لازم اكمل في حياتي الصح اللي انا اتعودت عليها اللي انا اتربيت عليها، ان اهلي والنادي الاهلي كله علموني ان انا من اول ما اتعلمت في بيتي لغايه ما رحت النادي الاهلي وبدات فيه ان انا لازم تكون رقم واحد، ما ينفعش يبقى رقم اتنين في حياتك، عشان ده طبيعي، ده انت عايز توصل لحاجه كويسه لازم تفكر انت تبقى رقم واحد. صحيح. عمر قول لي انت ابتديت كره يد ازاي؟ بتضحك. سؤال صعب. بص راح باصص بعينه كده افتكر ايام قليمه. لا انا ابتديت كره يد بعد كاس عالم اللي كان في مصر. ده كان 93. حبيت اللعبه. 93. حبيت اللعبه دي فقلت انا عايز العب يد. كان في حد من عيلتك بيلعب؟ انا خالي بيلعب. كان بيلعب كل كده برضه ده شجعك شويه؟ لا والله خالص لا الموضوع ملوش اي علاقه بان قرايبي او اي حاجه زي كده، انا كنت بلعب في نادي الجزيره بس كنت بلعب كوره وكنت بلعب تنس وكنت بلعب حاجات تانية خالص. بعدين فجاه كده شفت البطوله؟ لا ابويا جه قال لي يا ابني سيبك من الكوره في نادي الجزيره دي كوره ملهاش لازمه، وقعد بقى عمل لي كلمتين كده قال لي روح العب لعبه عدله. قلت له طيب لا انا بقعد في النادي، كنت بروح اقعد في النادي طول اليوم بقى. طب انا هلعب هندبول. رحت داخل لعب هندبول بس بقى، ومن ساعتها بقى لعبت هندبول. مسكت معاك؟ مسكت بقى معايا خلاص وحبيتها. حبيت اللعبه جامد وبتعمل صوره، بس خد بالك لعبه عنيفه مش اي حد يحبها. لا بس هي كانت بالنسبه لي حاجه حلوه يعني من اول ما ابتديتها. يعني كنت بتلعب طول عمرك في نفس مركزك؟ يعني ساعة ما ابتديت نفس المركز. نفس المركز نفس المركز لحد الحلقة. هلعب ايه؟ مش طويل انا عشان العب حاجة تانية، هي كده حلوة قوي. طيب كابتن اسلام طبعا مدير فني فريق 18 سنة للناشئات، ازيك يا كابتن اسلام والف مليون مبروك. الله يبارك حضرتك يا كابتن هاشم، الله يبارك حضرتك، بنبارك لجمهور النادي الاهلي اللي مع حضرتك في الاستوديو الاول. طبعا بطولة افريقيا بطولة كبيرة جدا، فالف مبروك فيهم. كابتن اسلام انت مدرب مجتهد جدا بتعمل اللي عليك بشكل كبير، والحقيقه يعني مخلص جدا في شغلك. يعني كنت بتشتغل السنه اللي فاتت في جهاز الناشئين، والسنه دي جهاز الناشئات كابتن نبيل الف تمسك بوجودك، كابتن نبيل طبعا كابتن نبيل بخيت تمسك بوجودك معاه في الناشئات. كان عندك هدف اول ما مسكت الفرقه، كان هدفك ايه بدايه الموسم يا كابتن اسلام؟ والله يعني من بدايه الموسم الفرقه دي او الجيل ده كان دايما حظه سيء، بينافس على المراكز الثلاثه الاولى ودايما بيلعب دوره ثلاثيه على مدار الاجيال بتاعته مع نادي الصيد ومع نادي سموحه، وكان مره يطلع ثالث كان مره يطلع ثاني، فكان هدفنا ان الجيل دوت يحقق بطوله هو ما حققهاش قبل كده. دي كانت اول حاجه، ان طبعا انت عارف ان البطوله هي الهدف الرقم واحد لاي فريق بيمثل النادي الاهلي طبيعي، فهو ده كان هدفنا، ان احنا نخلي الاولاد دول ينشروا الاجيال اللي فاتت دي والسنين اللي فاتت والبطولات اللي فاتت، لان حتى السنه دي احنا لعبنا دوره ثلاثيه على البطل، والحمد لله النهارده
ولاول مره يكسبوا الفرقتين اللي هم بيتنافسوا معاهم يعني في نفس البطوله. كانوا دايما ممكن يكسبوا الست مره او يكسبوا سموحه لكن يطلعوا تاني او يطلعوا تالت، لكن المره دي الحمد لله قدروا يكسبوا الفرقتين في البطوله وقدروا ان هم الحمد لله يحققوا. ما شاء الله يا كابتن، الف مبروك. وانا عارف حتى يا كابتن اسلام ان انت السيستم بتاعك بتعتمد اكتر على الدفاع، والدفاع هو اللي بيكسب بطوله، والدفاع بس الدفاع مشكلته انه دمه تقيل على قلب اللعيبه شويه، خاصه لما اتفضل يا كابتن. دي النقطه اللي انت بتحاول تقنع بيها اللاعبين او اللاعبات ان هو ده المكسب. واكتر حاجه فعلا ميزت الفرقه دي السنه دي هو الديفنس والترانزيشن فاست بلاي. صحيح. وخلينا اقول برضو يا كابتن ان انت يعني مرنت فرق واعمار سنيه مختلفه يعني كتير يا كابتن اسلام، انا متابعك كويس وعارف قد ايه، وعارف قد ايه انت متابع حتى للجديد في كره السله وبتطور نفسك، يعني حتى ما بتعرفش تهزر في التمرين. بس خليني اقول يعني كابتن نبيل بخيت اكيد كان يعني قريب منك، كان دايما بيقعد يشاركك. اتفضل يا كابتن. صراحه كابتن نبيل وكابتن اياب يعني ما تاخروش في اي حاجه تخص الفرقه تماما، كل حاجه من بدايه الموسم طبعا، وبالذات في الفترة الأخرانية دي كابتن إيهاب وكابتن نبيل اهتمام غير عادي عشان الولاد يحسوا إن هم فعلا أبطال من قبل ما يلعبوا الماتشات دي. صحيح. دايما كانوا متواجدين معانا، وحتى يعني كابتن إيهاب حضر معانا تقريبا كل الماتشات ما عدا النهارده بس لأن هو في اسكندرية، كابتن نبيل متواجد على طول، كل جهاز السيدات أو الناشئات موجود بالكامل في الماتشين الأخرانيين، وهو ده اللي الواحد دايما بيسعد بيه ان احنا قوه واحده والناس بتشتغل لحب المكان. صحيح يا كابتن اسلام، والف مليون مبروك، ونتمنى ليك التوفيق دائما ابدا يا كابتن اسلام الكيلاني. يعني مدير فني فريق 18 سنه للناشئات اللي فاز ببطوله الجمهوريه بعد ان فاز على سموحه فرق 11 بونت لاول مره في تاريخ هذا الجيل، الف مليون مبروك ويا رب مزيد من التوفيق. كابتن محمد، زي ما كابتن عمر قال لي بدا يد ازاي، عايز اعرف انت بدات يد ازاي. انا بدايتي طبعا عشان سامح، طبعا سامح اخويا، ف انا من البدايه ان هم سامح كان اسطوره. هو طبعا كان اسطوره. اسطوره طبعا. كنت اتمنى ان انا ابقى، وانت كمان اسطوره زي، لا كنت اتمنى ان ابقى 10% منه. لا انت يعني ربنا يخليك. انا كنت اتمنى بجد والله. لا. سامح لعيب موهبه فذة، حاجه ما جاتش. صحيح. فعلا انا مش عشان اخويا والله، انا لا ده كلامي بيتقال ان هو لعيب عنده سرعه، عنده جيل ذهبي، جامب، طول، امكانيات ما ينفعش ترجف في لعيب. صحيح. يعني هو سريع، فنتير، شوت، جامب، كل الكلام ده ما ينفعش تواجد في لعيب معين، واحد يعني طويل ما ينفعش يبقى فيه كل الامكانيات دي. بتشوفه كابتن ولا هو مسافر على طول؟ لا هو في باريس عايش هناك. يعني جه ساعه وفاه والدتي الله يرحمها بس ما كان بقى لنا مثلا بتاع 10 سنين قال على طول اتصال ما بيننا وبين بعض. طبعا انا كانت بدايتي ان انا كنتش عايز العب كوره. ما كنتش عايز تلعب كوره؟ فطبعا اهلي في البيت كره قدم طبعا، هي دي اللي فيها الفلوس، هي دي اللي فيها ما اعرفش ايه والكلام ده، يعني كل الطبيعي اللي هو بيتقال اي طفل صغير. والكوره هي ومستقبل وحياه وبتاع. فانا كان بالنسبه لي انا سامح اخويا هو يعني يعتبر هو اللي مربيني، كنت على طول معاه في كل حاجه. ربنا يخليكم لبعض يا رب. يعني واخدني في اي حته رايح فيها انا معاه على طول في ماتشات، حتى وانا كنت لسه عايز فوق كنت اروح اقعد معاه على الدكه في الماتشات. فحبيت اللعب، يعني اللعبه ممتعه. فطبعا بدايه اللعب هو اول حاجه طلبها مني وانا فاكرها لغايه دلوقتي، طبعا كنت عايز اروح نادي الاهلي. قال لي لا ما ينفعش تروح النادي الاهلي غير وانت كويس وانت قادر تلعب بالظبط عشان تعرف تجاري الناس اللي موجوده هناك. طبعا قعدت مثلا بتاع سنتين من وانا صغير قعدت في نادي التصنيع، كانت بدايه تعلمت هناك التار. طبعا كان نادي التصنيع ده هو كان مطلع سامح اخويا، كان مجد ابو المجد اللي هو مدرب الزمالك دلوقتي من نادي التصنيع، كل نادي التصنيع كان مطلع نجوم جيل غير طبيعي، هو وكان نادي عين السيره كان الاثنين دول يعني يعتبر اهلي وزمالك زمان ما شاء الله. فهم كل دول بقى الاثنين راح الزمالك والاثنين راح الاهلي. فبدايتي قعدت سنتين بس ما اتسجلتش هناك. رحت النادي الاهلي عندك كام سنه؟ رحت النادي الاهلي تقريبا كان عندي 14 سنه حاجه كده، يعني مش كبير قوي يعني 13 14 سنه كنت يعني هو بدات استوعب. بس يعني انا عايز اقول لك ان انا كنت بلعب هاندبول وانا لسه 3 4 سنين عشان سامح في البيت طبعا يوقفني في اخر البيت والعب وشوط.
فبدات هناك هنقول 12 13 سنه بدات النادي الاهلي، كانت اول بطوله ليا الحمد لله كسبناها، كانت مع كابتن سمير الجزار مدرب لي الفضل طبعا بعد ربنا سبحانه وتعالى ان انا ابقى موجود في النادي الاهلي وابقى ان انا ابقى عمود من الاعمده اللي هي موجوده في النادي الاهلي. هو بصراحه ودي حقيقه يا كابتن دي كانت انت بس عبد الوارث بيلعب كوره على فكره. مين عبد الوارث بيلعب كوره كويس؟ بشوط بس فظيع بجد والله. انتوا بتقسموا موهبه فذه بتقسموا انتوا كده مع بعض قبل الماء؟ اه لا احنا لازم بقى عليه شويه شوط. انا بشوط بس ما بعرفش اجيب فيها جول. ده بقى الوحيد اللي ما بعرفش يعني سبحان الله، هو بيوقف في الجول مش باين بس ان الكوره تخش جول حد بقى في جول. لا ما شاء الله وهبقى انا ان شاء الله بحاول مره كده باجي العب معاكم كوره هتقطع بس يلا على قد بقى ان شاء الله. لا 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 مش قوي يعني ممكن اسيب له الجول فاضي والله ما يجيبه والله بيطلع ثقه على فكره ثقه ثقه هو لا هو مش ثقه هو معاه جونيور كده كتير موجودين معاه بس ربنا يا رب يعني يخليكم لبعض كفريق. خلينا الاستاذ العمري فاروق في كلمته شكر الاستاذ محمد الجرحي رئيس اللجنه العليا المنظمه عضو مجلس اداره، وايضا شكر طبعا الاستاذ محمد الضماطي. طب خلينا نشوف الاستاذ محمد الجرحي، الاستاذ محمد الضماطي قال له ايه وارجع لحضراتكم تاني. شكرا ليك كابتن هيثم السعيد، ده معي في هذه اللحظات المهندس محمد الجرحي عضو مجلس اداره النادي الاهلي ورئيس اللجنه العليا المنظمه. ببارك لكم على حاجات كتيره قوي، الفوز بالكاس، الكؤوس الافريقيه، التنظيم الرائع، الشكل الرائع لتنظيم الاهلي للبطولات في الالعاب والصالات خلال الفتره الاخيره، الف مبروك. الحمد لله، في البدايه مبروك للفريق وللجهاز الفني على البطوله وعلى الروح اللي لعبوا بيها الماتش ولعبوا بيها البطوله كلها. الحمد لله يعني ربنا كلل مجهودهم بالنجاح. يعني التنظيم ده واجبنا، يعني النهارده اخر بطوله تم تكليفنا بيها ان تنتهي النهارده، وده دورنا وده النادي الاهلي، ان البطولات الحمد لله خرجت بشكل كويس فالحمد لله. يعني المشهد في الختام توج بفوز الاهلي بكاس الكؤوس الافريقيه، كيف تابعت خاصه ان اليوم الختامي كان هناك تحذيرات من اللجنه العليا المنظمه للبطوله؟ الحمد لله، يعني الحمد لله طبعا ده دورنا، احنا متابع كل التفاصيل حتى ادق التفاصيل بالتعاون مع الاتحاد الافريقي، اي حاجه بيطلبها الاتحاد الافريقي بنتناقش فيها وبننفذها على طول. الحمد لله يعني التنظيم خرج بشكل كويس، رئيس اللجنه المنظمه مبسوط جدا من التنظيم، مبسوط جدا من الجمهور، معجب جدا باداء الجمهور والحمد لله. مشهد الجمهور في النهايه توج الصوره كلها بالنسبه للبطوله، تعليقك وفوز الاهلي بالكاس كمان تعليق حضرتك. دايما الجمهور عنصر اساسي في ان البطوله تخرج بشكل كويس ونجاح اي بطوله، الجمهور احنا يعني هو عامل رئيسي في ان هو يشجع اللعيبه او ان هو يكون ضاغط على الفريق اللي بنواجهها، فالحمد لله يعني وجوده النهارده الحمد لله يعني حاجه مهمه جدا لينا. بشكركم على ان الفكره الجديده في حفل الافتتاح وفي الختام في المراسم، كل الناس اللي شغاله في هذه المنظومه من مدرسه النادي الاهلي، لم تستعينوا باي حد خارج المنظومه الاهلاويه. الحمد لله كل اللجان مكونه من شباب النادي الاهلي، يعني في لجنه بتاعه الافتتاح والختام فيها 75 شاب من شباب ولد وبنت من شباب النادي الاهلي، في لجنه المرافقين اللي هي مع الفرق، طبعا بتختلف كل بطوله بتبقى كل فريق على حسب اللغه، عملنا مسابقه وانتقينا ناس والناس ديت هي اللي مع 25 واحد مع الفرق اللي موجوده. الف مبروك والتوفيق يا رب اكتر خلال المباريات القادمه والبطولات القادمه ان شاء الله باذن الله. بشكرك وبشكر كابتن هيثم على يعني الفتره خلال الشهر ونص دولت الست بطولات كنت على طول معانا، بشكركم وشكرا ربنا يخليك. شكرا جزيلا الضماطي عضو مجلس اداره النادي الاهلي، بقول لك مبروك الفوز بالبطوله، انجاز كبير جدا، دور اللجنه العليا، دور الاستاذ محمد الجرح وحضرتك الاستاذ محمد ضماطي في التنظيم، وكنتوا عاملين هارموني كبير جدا انكم تطلعوا بالتنظيم بشكل مميز من اول بطولات الطايره وحتى بطوله اليد ونهايه كاس الكؤوس الافريقيه. الحمد لله بنشكر مجلس الاداره الاول بقياده كابتن محمود الخطيب على التكليف ان هو ادانا البطولات دي في اول تجربه لينا في المجلس. بشكر طبعا اخويا محمد الجرح عمل مجهود عظيم، اللجان كلها، كابتن رفعت عبد القادر عمل مجهود اكتر من رائع مع المجموعه كلها، اللجان كلها بتادي، تبقى تقريبا شهر ونص او شهر وثلاث اسابيع في بطولات متواصله، والحمد لله النهارده تتويج الاهلي باذن الحمد لله فاز بالبطوله والتنظيم الحمد لله عدى بشكل رائع. كيف تابعت المباراه وخاصه ان الاهلي من البدايه ادانا ايحاء ان المباراه سهله والحمد لله البطوله قريبه للاهلي؟ الحمد لله الامور مشيت كويس من اول الشوط الاولاني واحنا حاسين الامور ماشيه في سكتنا. الحمد لله لقب مهم جدا بالنسبه لنا،
وان شاء الله الدوري والكاس بقى الفريق اليد باذن الله عشان نعمل الموسم بشكل رائع باذن الله. مشهد ولقطه كانت حصريه لشاشه قناه الاهلي اثناء المباراه، تحركت من المقصوره الرئيسيه الى سياره الاسعاف للاطمئنان على محمود عاصم، كانت اصابه قويه. ايه اللي حصل في الكواليس في اجواء هذه اللقطه اثناء المباراه وهي شغاله؟ صعبه الشكل، الاصابه كان قويه جدا لانه اتخبط جامد في العارضه، لكن الحمد لله طمنا ان هو حرك رجله فما كانش فيه مشكله. طلعنا لحد بره في الاسعاف، كان يعني بنتحرك على بره، لكن الحمد لله هو قام في عربيه الاسعاف وطمنا علينا ما فيش اي مشكله، وان شاء الله لو في اي اشاعه او حاجه يعملها، لكن واضح ان ما فيش حاجه باذن الله. مكاسب كتيره يا استاذ محمد. الحمد لله اهم حاجه المكسب النادي الاهلي للبطوله، اكتر من 25 سنه ما نظمناش بطولات افريقيا لليد، فباذن الله عندنا وعد ان احنا من الاتحاد الافريقي يبقى في تنظيم بطولات، لان ده بيدي فرصه للنادي الاهلي يزود رصيده في الالقاب الافريقيه، وده اللي احنا عايزينه في الهاندبول. محمد دمات انا بشكرك ودايما موفقين، والخروج بهذا المشهد في النهايه انا شايف ان في مكاسب كبيره جدا على الاقل داخل مؤسسه الاهلي، التنظيم من الالف للياء من خلال النادي الاهلي. الحمد لله هو ده النادي الاهلي دايما في المقدمه في كل حاجه، ونتمنى التوفيق لنا باذن الله والنادي الاهلي. شكرا جزيلا. شكرا. ده كان لقائنا مع الاستاذ محمد الجرحي والاستاذ محمد الدماطي، والحقيقه اذا كان الشكر يعني لحد فالشكر ليكم. طبعا انا بشكر المهندس محمد الجرحي انه وجه لنا الشكر على متابعتنا للبطولات، ولكن ده دورنا وده واجبنا، والشكر اذا كان يعني مفروض فمفروض لحضراتكم، انتوا اللي عملتوا الانجاز الكبير ده وانتوا اللي نظمتوه بالشكل الذي يليق باسم النادي الاهلي. بشكركم شكرا جزيلا الحقيقه، واضفتوا كتير يعني كتير جدا لالعاب الصالات، وانا حاسس ان انتوا حماسكم زايد الحقيقه لاستضافات البطولات. طيب برضو انا مصر عندي ثقه ان انت ده تجيب صوت اي حد، قول الو كده برضو تاني. الو الو مين؟ محمد ابراهيم. بس خلاص جه شفت بقى معانا كابتن محمد ابراهيم نجم الفريق. اهلا كابتن محمد. اهلا بيك يا ترايس. على فكره احنا عاملين المسابقه دي من اول البرنامج يا ابراهيم، اكتر من 20 سنه. لا وارث وارث وداره قدام فنيه كده. اه فنيه كمان. لا ده انت ما شاء الله، ده انت بقى يعني ده مش بس رياضيه كمان فنيه، ده شغل كبير قوي كمان. اه لا لا ده فنان، هو بكار ما شاء الله. ربنا يخليك. وعايز اقول لك هو من اول قالوا احنا عاملين مسابقه، هم دلوقتي كسبوا اتنين. كسبوا ولا لا هم دلوقتي 2-1 خد بالك. 2-0 هو 2 لا الاسلام ما عرفتوش. انا بيلعب بيلعب والله 2-0 انا المرتين بتوعي قلتهم صح. 2-0 انا والله قلت اسلام، والله قلت اسلام في الاخر، يبقى 2-1 كده كده انت كسبان. ازيك يا محمد اخبارك ايه؟ الحمد لله والله زي الفل. الف مليون مبروك يا حبيبي، واداء رائع، والحقيقه يعني اسعدتونا. الله يبارك فيك والحمد لله على كل شيء، وربنا يكملها على خير ان شاء الله بالبطولتين الفاضلين ان شاء الله. عايزين الرجوله والاداء ده ان شاء الله في السوبر يا محمد، واحنا واثقين فيك، اللي هو دوري المحترفين مش السوبر، يعني انا قصدي دايما بقول على دوري المحترفين بقول عليه دوري السوبر المجمع. الدوري المجمع عايزين بقى، عايزين نفس الروح ونفس الاداء ونفس القوه، ومجمعين بعضكم، والتلاحم بتاعكم اللي كان شكله جميل جدا حتى في مباراه السوبر وافريقيا. والله الحمد لله، يعني احنا من بدايه السنه الحمد لله الفرقه ماشيه بشكل كويس، يعني بعد الدروب اللي حصلنا في بطوله افريقيا الاماميه بدانا نمشي كويس. ماتش السوبر حصل فيه دروب في بعض المباراه، لكن لمينا نفسنا بسرعه الحمد لله، وقدرنا نقف على رجلينا تاني بسرعه ونظهر بشكل كويس وناخد البطوله بشكل يليق بالنادي الاهلي والفرقه بتاعت الهاندبول بتاعت النادي الاهلي. طب قول لي يا ابراهيم، يعني عرفت تنام امبارح ولا برضه اصل يعني عبد الوارث وعمر بيقولوا لي ما عرفتناش ننام كويس، نمت كويس ولا لا؟ لا والله يعني بص انا هقول لك حاجه، الموسم ده موسم طويل، يعني احنا كذا يعني بتتكلم في 5 بطولات بتحسمهم في حوالي شهرين ولا شهرين ونص، ضغط عصبي يعني غير المجهود البدني في مجهود عصبي او نفسي على الجهاز العصبي بتاعك، انت طول الوقت مستنفر وطول الوقت عايز تتمرن كويس وتظهر باداء كويس في الماتشات، وكل الماتشات تعتبر الفتره اللي فاتت دي كلها ماتشات كؤوس، اي ماتش بتخسره بتخسر بيه بطوله. فوالله يعني زي ما تقول كده احنا قفلنا صفحه افريقيا من امبارح بالنسبه لي وبالنسبه للفريق، احنا خلاص مركزين ان شاء الله، عندنا مجمعه يوم السبت الجاي ان شاء الله، يعني بتتكلم في اقل من 3 أيام أو 4 أيام بكثير قوي، وربنا يكرم ان شاء الله ونخلص المرحله الاولانيه من اخر مجمعه بشكل كويس، نحسم ان شاء الله 3 ماتشات اللي فيها عشان نبقى فاضلنا ماتشين ان شاء الله ناخدهم وناخد الدوري ان شاء الله. ان شاء الله ابراهيم، واحنا في ظهركم، وانتوا ساعدتونا كتير ولسه هتسعدونا كمان كتير، كل الثقه فيكم يا محمد ابراهيم طبعا نجم الفريق. بشكرك شكرا جزيلا، وبقول لك الف مليون مبروك، وكلنا ثقه فيكم كالعاده، انتوا طبعا يعني من احد مصادر السعاده لينا فريق اليد في النادي الاهلي. يمكن بكار اجي لك، الاداره المجمعه فين الاول؟ اسماعيليه. اسماعيليه برضه. اسماعيليه مش بعيد يعني، والله يا ميزه ميزه انها في الاسماعيليه، لان هو لازم يعملوا لنا مجمع في حته، ف
فيعملوها لنا في اسكندريه. سمعنا ان هم كانوا في الاول عايزين يعملوها في فين يا ابو ورس؟ الاقصر باين. بس لا لا والله انا سمعت حته بين الاقصر. كان المفروض ان هم كانوا عايزين يعني مجمعات في كذا حته زي يعني ينشروا اللعبه. لا بس نشر اللعبه في الاسماعيليه برضه كويس. اسوان قريبه يعني. اسوان تقريبا بالظبط. اقول لك اسوان تقريبا او الاقصر. حد شاف الاسماعيليه؟ هم في اسماعيليه. بس هي المشكله ان احنا خلاص بقى احنا حفظنا اسماعيليه. مش شايف الاسماعيليه؟ اه الحمد لله كده اتعشى وكده اتعشى بالظبط. حافظين اوضتنا كده كده اتعشى. طب استاذنكم يا كباتن هنطلع فاصل. والتقليد اللي دايما بنعمله ودايما بنعمله مع نجومنا وابطالنا بنقطع التورته معاهم ونحتفل بيهم الحقيقه لان هم اللي بيسعدونا فبيبقى زي تقليد بسيط والحقيقه محافظين عليه. هنطلع فاصل قصير وارجع لحضراتكم عشان نقطع التورته مع النجوم اللي قاعدين معانا. مش مجرد اسم او شعار مش بس لون فني لا يشبه دمنا مش بس فرحه بكل في لحظه انتصار ده معنى عايش فينا جوه قلبنا فرحته من فرحتي ذكريات عمري معاه هو سر قوتي اسمه عندي بالحياه الاهلي اسمي في القلوب بحروف ذهب هتلاقيها عالحيطان تحكي عن الروح اللي هو سرها ريحة بلدها تشمها هنا في المكان الأهل فيها في حلوها وفي مرها كل شارع في الوطن كل حارة وكل حي كل خطوة بتحكي عن مجد ملهوش تاني زي الأهل مبهور في الهتاف قاعد سعد فرقهم هزنا علشان خلاص عالست الاقي والاكيد ان احنا حنروح كلنا وانت يا اهلي اللي باع
مش بس لون فانيلا يشبه دمنا، مش بس فرحة بكل في لحظة انتصار، ده معنى عايش فينا جوه قلبنا. فرحته من فرحتي ذكريات عمري معاه، هو سر قوتي اسمه عندي بالحياة. الأهلي اسمي في القلوب بحروف دهب، مدت بنا في سنين طويلة متعب بإيدك وجودنا. لحظات المكسب اللي شفناها من يعني من ثواني دي ما بتجيش من فراغ، بتيجي من تعب وعرق وتضحيات. كل نجومنا دول بيضحوا وبيتعبوا، والنادي الاهلي بيكون في ظهرهم من اول مجلس الاداره لغايه النشاط الرياضي لغايه كل فرد جوه النادي الاهلي. والحقيقه هم بيسعدونا دائما ابدا، وزي ما عودناكم تقليدنا الطبيعي، وان شاء الله ربنا ما يحرمنا منه، واحنا لو علينا عايزين نعمل تورته كل يوم ما عندناش مشكله، ويبقى بس كل يوم ناخد بطوله افريقيا. فخلينا نقول انه يعني امبارح انجاز كبير، وكان لازم علينا نطلع تاني يوم على طول نحتفل مع الرجاله، واحنا مقدرين انهم عندهم بطوله السوبر. ربنا يوفقهم يا رب ان شاء الله. واستاذن الكباتن طبعا كابتن محمد عبد الوارث وكابتن عمر، نقطع التورته مع بعض. يلا يا كابتن. بس لا مش هنروح يا ابو وارث، لا باقي انا جوه. كتير هتلاقيها على الحيطان. الف الف مبروك، الف مبروك يا ابو وارث، ربنا يوفقك يا رب ويكرمكم ان شاء الله. عمر نورتينا وشرفتينا حبيبي. تكلمنا يا جماعه، شكرا جزيلا، ويعني ربنا ما يحرمنا من البطولات. وكالعاده الاهلي مصدر السعاده، ولا لقاء اخر مع ملوك الصالات وفرحه جديده كمان مع ملوك الصالات. كل خطوه بتحكي عن مجد ملهوش تاني زي الاهلي، جمهور في الهتاف قاعد سعادته.